السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، خلاص في الأيام الأخيرة أو في الساعات الأخيرة من شهر رمضان. إما كل سنة وانتم طيبين، غدا بإذن الله المتمم لشهر رمضان، وبإذن الله يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية والأمة العربية والشعب المصري وجمهور النادي الأهلي بخير يا رب دايما. كل سنة وانتم بخير دايما يا رب، وأيامكم كلها سعيدة وأيامكم كلها بإذن الله خير خلال الفترة القادمة. طبعا الأحداث الرياضية خلال شهر رمضان كانت أحداث ساخنة جدا، وحتى وإحنا بنختم الشهر الكريم الأحداث الرياضية متسارعة وساخنة لأقصى درجة سواء داخل مصر أو خارج مصر. حلقة النهاردة هنناقش فيها موضوعات مهمة جدا، الموضوعات المهمة فيما هو متعلق بالنادي الأهلي، لأنه بالتأكيد بيسعى خلال الساعات القادمة إلى معرفة الموقف النهائي لانتهاء مسابقة الدوري العام، في ظل ان النادي الاهلي ليه موقف يعني بيصر عليه خلال الفتره الاخيره ان الدوري لازم ينتهي قبل كاس الامم الافريقيه. موضوع اخر متعلق بنهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، وهذه القضيه الشائكه التي شغلت الراي العام في القاره الافريقيه بل في العالم كله بتهمنا ايضا داخل النادي الاهلي، في ظل ان هناك احاديث متعلقه ايضا كمان بالبطولات القادمه وما قيل في الكواليس خلال الساعات الاخيره فيما يتعلق بهذه المباراه النهائيه والتي شهدت كواليس كثيره جدا لم تظهر كل كواليسها حتى الان، ظهرت بعضها لكن كلها لم يظهر حتى الان. هيكون معانا كمان اخبار متعلقه بالنادي الاهلي وما جرى خلال الساعات الاخيره داخل قلعه النادي الاهلي قلعه البطولات، واخبار متعلقه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واخبار اخرى متنوعه واخبار محليه واخبار عالميه. لكن هبدا بالملف المتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم والحديث على مباراه الترجي والوداد المغربي. غدا باذن الله موعد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هيعقد في العاصمه الفرنسيه باريس. هذا الاجتماع اللي دعا لي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي عقب أحداث مباراة الترجي والوداد في نهائي عصبة الأبطال، غدا بإذن الله هذا الاجتماع اجتماع مصيري واجتماع هام جدا، وسيشهد مزيد من الكواليس والقرارات التي من المنتظر أن تصدر خلال الساعات القادمة. القول الفصل في أزمة مباراة الترجي والوداد المغربي هو حاجتين: تقرير حكم المباراة بكاري جسامة، وتقرير مراقب المباراة. هذه المباراة شهدت وجود مسؤولين كثيرين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أبدأ بالجزء المتعلق بقبل المباراة بساعات قليلة. زي ما انتوا قدامكم على الشاشة، ده الخطاب الذي أرسل من الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو الفار مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أرسل ليلة مباراة النهائي للاتحاد الإفريقي في مقره الرئيسي في القاهرة. تخطر فيه الشركة الاتحاد الإفريقي إنها لن تستطع إجراءات تعاقد تقنية الفيديو في ملعب رادس لعدم وصول باقي المعدات المتعلقة بتقنية الفيديو إلى تونس قادما من الرياض بالمملكة العربية السعودية. بالطبع وزن المعدات المتعلقة بتقنية الفيديو حوالي 618 كيلو جرام على ثلاثة قطع، القطعة الأولى والثانية وصل إلى تونس لكن القطعة الثالثة لم تصل، وبالتالي كان هناك إجراءات سريعة لإمكانية وصول القطعة الثالثة من تقنية الفيديو، لكن بعد تعذر وصولها من الرياض إلى تونس كان هناك محاولات لإرسالها من دبي إلى تونس، لكن أيضا هذه المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي أقيمت المباراة بعلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدون وجود تقنية الفيديو، دون وجود تقنية الفار. وهنا تكمن الأزمة أو هنا يكمن الموضوع، لب القضية نفسها اللي من خلاله نادي الوداد المغربي هيتمسك بحقه في هذا الخطاب وفي هذه الجزئية. لكن على الجانب الآخر الترجي التونسي ينتظر تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة. المكتب التنفيذي بالطبع غدا بإذن الله أمامه إما قرارين، إما إعادة المباراة وبالتالي سحب اللقب من الترجي وإعادة المباراة بين الترجي والوداد، أو اعتماد فوز الترجي وبالتالي ستطول هناك عقوبات على نادي الوداد المغربي. ليس هناك قرار ثالث وليس هناك حل ثالث لهذين الحلين. عموما كل هذه أطراف القضية اعتذر خلال الساعات القادمة. لكن قبل ما نخش بباقي تفاصيل هذا الموضوع، كان في تصريح مهم جدا لرئيس نادي الوداد المغربي كان امبارح في إحدى القنوات المغربية، وحديث مهم جدا أدلى به رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، وكشف فيه أسرار عن أزمة جديدة المتعلقة بالنهائي الإفريقي. صرح سعيد النصير رئيس نادي الوداد المغربي عبر برنامج الماتش عبر قناة ميديا إيه المغربية قائلا:
شاركنا في هذه المباراة على أننا محمين وأرسلنا خطابات وشعرنا بالإطمئنان قبل الإياب بأنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد. كل ذلك بعد الأحداث التي تليت مباراة الذهاب، وكان هناك مشاحنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير الترجوية مع الجماهير الودادية. أضاف سعيد النصيري حكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يتواجد في المباراة النهائية، وواصل بدون استثناء كافة المسؤولين في كل الأطراف طلبوا مننا استكمال المباراة، وأضاف لم نتفاوض، كنا نطالب بحق مشروع لنا، كنا نطالب بالمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص. قلت لكم أن هناك حكم فيديو في النهائي كان موجودا في الذهاب، فلما ليس موجودا في الإياب؟ لما لم تخبرونا؟ طيب ده تصريح مهم جدا لسعيد النصيري، وآخر كلمتين في التصريح مهمين جدا. قال كان هناك حكم فيديو في مباراة الذهاب في تونس لكن لم يكن موجودا في مباراة الإياب، لما لم تخبرونا؟ وبالتالي ملف الوداد المغربي في هذه القضية بدعم من الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتمد على الخطاب الذي أرسل من الشركة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي بتنظيم إجراءات تقنية الفيديو في المباراة النهائية، وهذا الخطاب الذي أكدت فيه الشركة تعذر وصول باقي المعدات لملعب رادس لخوض هذه المباراة، وبالتالي كان لدى مسؤول الاتحاد الإفريقي علم حسب هذا الخطاب بأنه لن تكون هناك تقنية فيديو في هذه المباراة. الخلاف بين الطرفين بيتعلق هل تم الاتفاق قبل المباراة أن الطرفين يعلمان بعدم وجود تقنية الفيديو أم طرف أخفى على الطرف الآخر؟ الوداد يؤكد أنه لم يكن يعلم، الترجي يؤكد من خلال حكم المباراة أنه أخطر كلا الناديين من خلال كابتن فريق الترجي خليل شمام وكابتن فريق نادي الوداد عبد اللطيف الناصري. مخرج هذه المباراة أكد في خلال الصورة الأخيرة واحنا بنعرض صور هذه المباراة، مخرج المباراة التونسي اللي كان موجود في الإذاعة الخارجية قال الهيكل المتعلق بتقنية الفيديو اللي كان موجود في أرضية الملعب كان من خلال الإذاعة الخارجية اللي بتنقل المباراة، لم يكن هناك وصلات ما بين هذه التقنية مع غرفة الفار لأنه لم يكن أصلا متواجد غرفة الفار، وبالتالي هذه الشاشة التي أمامنا كانت تعرض الصورة التي تنقل لكل المشاهدين من خلال القناة الناقلة والقناة الحاصلة على حقوق هذه المباراة، وبالتالي كان لدى الجميع في تونس علم بأنه لم توجد تقنية فيديو، وبالتالي نادي الوداد يعتمد على الخطاب الذي نشرناه في البداية وحصلنا عليه من المغرب من خلال دعم كامل من ملف الاتحاد المغربي لنادي الوداد في هذه القضية. لكن عموما المكتب التنفيذي قلت لكم بكرة هيعتمد إما أحد القرارين. المفاجأة بالنسبة لنا من خلال تتبعنا للائحة الاتحاد الأفريقي المنظمة لهذه المسابقات بيقال إنه في حال انسحاب أي نادي في طرف المباراة النهائية توقع عليه عقوبة بغرامة 100,000 دولار وحرمانه من اللعب في البطولات الإفريقية للأندية لمدة عامين، وبالتالي إذا تم اعتماد فوز الترجي التونسي بيكون هنا اعتماد على أن فوز الترجي جاء بعد انسحاب نادي الوداد في المباراة النهائية. إحنا بنذكر معلومات، بنذكر لائحة قانون ليس مع طرف ضد طرف، لكن يعني بنسرد لكل مشاهدينا وكل مشاهدي قناة الأهلي الجزء المتعلق بالمعلومات المتعلقة بهذه القضية. إذا تم اعتماد فوز الترجي ستكون هناك بالتأكيد عقوبات على نادي الوداد، لأن بالتأكيد حكم المباراة بكاري جسامة سيذكر في تقريره أنه ألغى المباراة بعد انسحاب نادي الوداد وبالتالي اعتمد فوز الترجي التونسي. لكن في المقابل الآخر إذا ما أقر المكتب التنفيذي إعادة المباراة أو إيقاف تتويج نادي الترجي التونسي بالبطولة الإفريقية، ما هو القادم في هذه القضية؟ إذا اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي هذا القرار في اجتماعه غدا في باريس هذا له معنى آخر، ستطول هناك عقوبات على بكاري جسامة حكم المباراة لأنه لم يخطر النادي الوداد المغربي بأنه لم توجد تقنية فيديو، بل بالعكس أثناء المباراة كان يوحي للاعبي الوداد بأنه يستمع إلى غرفة الفار وبالتالي لم تكن هناك أساسا غرفة الفار. ستطول العقوبات أيضا مراقب المباراة، المنسق العام للمباراة، وأيضا لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي نتيجة كل هذه الأزمات التي وضعت الاتحاد الإفريقي ورئيسه أحمد أمام كل وسائل الإعلام في أزمة كبيرة قبل كمان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ب 24 ساعة. عموما أزمة كبيرة جدا هنشوف أحداثها خلال الفترة القادمة، لكن في أطراف كثيرة جدا متعلقة بهذه المباراة، أي قرار سيصدر ستكون هناك توابع له. وفي العموم أكد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لكجع وأيضا سعيد الناصري رئيس نادي الوداد
إذا لم تكن هناك قرارات في صالح نادي الوداد سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وسيتم التصعيد أيضا إلى المحكمة الرياضية الدولية. في جزئية أيضا مهمة جدا في هذا الموضوع، وهي متعلقة بالقانون الذي يسمح بصلاحية تقنيد الفيديو. صلاحية المباراة في المبدأ لا تصبح المباراة غير صالحة بسبب أعطال تكنولوجيا الفار، فيما معناها إذا بدأت المباراة وحصل عطل تقني أو عطل فني في تقنيد الفيديو، هذا العطل لا يوقف المباراة بل يستوجب على حكم المباراة استكمال المباراة حتى نهايتها. طيب إذا حدث أي أزمة متعلقة بتنفيذ تقنيد الفيديو في هذه المباراة، أيضا تبدأ المباراة وتستكمل دون أي مشاكل. إذن القانون بيقول المباراة لا تصبح غير صالحة بسبب أعطال تكنولوجيا الفار. أيضا كمان الجزئية اللي بيعتمد عليها نادي الوداد بخلاف هذا القانون المتعلق بتقنيد الفيديو، وهو إن هم لم يختاروا رسميا بفكرة عدم وجود تقنية الفيديو. إذن الأزمة هنا مش في وجود التقنية أو عدم وجود التقنية، الأزمة في عدم اختارهم قبل المباراة بعدم وجود التقنية من الأساس. لكن إذا ثبت اختار نادي الوداد بوجود عطل في تقنية الفيديو أو عدم وجود تقنية الفيديو في هذه المباراة، إذن المباراة تكون قانونية. إذن قرار الحكم بيكون قانوني إن هو بيستكمل المباراة أو يبدأ المباراة دون وجود تقنية الفيديو. عموما ده قانون كرة القدم فيما يتعلق بصلاحية المباراة في عدم وجود تقنيد الفيديو أو إذا وجدت وحصل عطل، وفيما يتعلق أيضا كمان بجزئية اجتماع المكتب التنفيذي المقرر غدا بإذن الله في باريس لبحث هذا الموضوع. كمان نادي الوداد المغربي في الملف اللي دعم بقضيته يمكن استعان بتصريحات لشمس الدين الزوادي مدافع الترجي التونسي، اللي أكد في تصريحاته أنه أثناء توقف المباراة لم يكن يعلم الأسباب التي دعت حكم المباراة أو نادي الوداد إلى تعطيل المباراة، وأنه عندما سأل زملائه في فريق الترجي لماذا تتعطل المباراة سمع لأول مرة أن تقنيد الفيديو لم تكن موجودة أو كانت موجودة ومعطلة. وبالتالي هذا التصريح يدعم موقف نادي الوداد في ملف. طيب انا معايا على التليفون كابتن عبد المنعم شطة، نجم النادي الاهلي الاسبق وصاحب الخبرات الاداريه في الاتحاد الافريقي لكره القدم. كابتن شطة مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. اهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب يا اخي، وحضرتك بصحه وسلامه دايما يا رب. اتمنى تكون يعني سمعتني في الجزء المتعلق بموضوع تقنيه الفيديو والقانون وخطاب الشركه المسؤوله عن تنفيذ هذه التقنيه وموقف المكتب التنفيذي غدا. تعليقك في البدايه لهذه الاحداث وما ذكر من هذه المعلومات. هي انا ما سمعتش انت قلت ايه، بس انا اتكلم من خلال خبراتي يعني، ومن خلال يعني الفار ده ليه بيستعملوه او ليه ادخلوه في كره القدم. احنا عارفين كويس قوي ان كره القدم اصبحت كره صعبه جدا انه يحكمها واحد في نص ملعب لوحده، جابوا له بقى الفيديو اسيستنت ريفري ده وعشان يساعده في حكايه الحالات اللي هي فيها لغط كبير او فيها شكك، خصوصا الكوره اللي هي بتحرز منها اهداف او الكوره اللي بتبقى فيها يعني هجمه خطيره عشان تحدد اذا كانت هذه الهجمه صحيحه او غير صحيحه. مزلوط. اللي حصل الفار ده عندنا في افريقيا هي بتحصل فيه حاجات ما بتحصلش في اي قاره اخرى، انه يعطل، انه يجي عطلان، انه ما اعرفش الكهرباء تقطع، انه ما اعرفش المونيتور حد يخبطه بعصايه ولا حد يخبطه، حاجات حقيقه ما بتحصلش في 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 الموضوع ده. وانا سمعت اكثر من مره بيقول لك انه الفار كان عطلان لما كان تم يعني الانستليشن بتاعته وحطوه كان عطلان. طيب اساسا انت لازم يكون قبلها على الاقل يوم او يومين الفار راكب وعامل له التيست والتيست موجود والحاجات دي، وبعد كده بقى تيجي بقى ايه تخلي المباراه تقام. لكن الحقيقه حصل لغط كبير جدا انه الفار كان عطلان والحكم بلغ الكباتن الفريقين او رؤساء الناديين، وكل واحد يقول لك لا ما بلغناش ده بلغنا. الحقيقه الاتحاد الافريقي يجب ان يعيد في اداراته او في المراقبين وفي والمنسقين مباريات وفي الحكام والحاجات دي، لازم الحاجات دي تدرس صح وتتعمل صح، لانه الحقيقه اصبحنا في هذا المضمار احنا ضعفاء جدا في الاتحاد الافريقي من حيث تطبيق هذا الفار، وحكامنا اللي هم في شكل كبير جدا انه الحكام اصبحوا يعني مشاكلهم كتير جدا، بدليل انه ايقاف جهاد جريشه يعني بالرغم انه اي حكم بيغلط وحكم بيحسب ضربه جزاء وبيحسب ضربه جزاء في الحاجات الفنيه وفي قانون اللعبه، مش ممكن حكم يوقف عشان خاطر انه ادى قرار خاطئ او لغى هدف، الحاجات دي حقيقه ما بتحصلش. طيب كابتن شطه اتفضل. اولا يعني الخطاب اللي ارسل هو طبعا في ثلاث شركات في العالم
الاتحاد الدولي بيعتمدهم كشركات مسؤولة عن تنفيذ تقنية الفيديو الفار. إحدى هذه الشركات هي متعاقدة مع الاتحاد الإفريقي، أرسلت خطاب يوم 30 ليلة المباراة للاتحاد الإفريقي هنا في مقره الرئيسي في القاهرة، أخطرته بأنه توجد صعوبة في لحاق القطع الثالثة المتعلقة بتطبيق تقنية الفيديو إلى تونس لعدم وصول باقي الإجراءات في مطار الرياض لوصولها إلى تونس، أمور جمركية أمور إدارية تأخرت القطع الثالثة، وبالتالي الفكرة هنا مش في عطلة أصلا في التقنية، الأساس أن أصلا تقنية الفيديو لم تصل إلى تونس. فالأساس اللي بيعتمد عليه نادي الوداد يا كابتن شطة أن هنا حصل تدليس بعدم اختارهم رسميا بعدم وجود تقنية الفيديو، وأن المراقب والمنسق وحكم المباراة والاتحاد التونسي كلهم كانوا متفقين على ذلك وعندهم دراية، والاتحاد الإفريقي عنده دراية، لكن لن يعلموا الاتحاد المغربي ونادي الوداد بهذا الأمر. هنا تكمن القضية، هنا الأزمة نفسها والمشكلة نفسها. طبعا كلام بتقول ده كله كلام، انا يعني بالنسبه لي انا كراجل مسؤول المفروض ما يحصلش في قاره كبيره زي الاتحاد الافريقي، لازم تكون هذه المعدات تكون موجوده عندك في اتحادك هنا في مقرك هنا، تطلع من مقرك، لانه هذه كلها حاجات كلها ادوات عباره عن سويتشر وعباره عن ميكسر وعباره عن كاميرات وعباره عن كلها حاجات فنيه وحاجات سهله جدا انها تبقى في الانستليشن، لكن كونه انا استنى بقى عشان تخش في جمارك وتطلع من جمارك وتخش جمارك، دي مسؤوليه الاتحاد الافريقي عموما انه لازم كان الاجهزه تخش وتبقى موجوده في تونس قبل المباراه ب 24 ساعه، ده اللي انا اعرفه، لكن هذا الامر لا يلغي مباراه، وهذا الامر يعني ما يكونش السبب الرئيسي في انه إيه يعني مباراه تعاد او لا تعاد، انه ما فيش فار خلاص الحكم يحكم لوحده. لا المباراه تلعب، القانون بيقول المباراه تلعب حتى لو ما فيش فار. حتى لو جه مساعد لحكم واحد المباراه تلعب. بالظبط. ولو الحكم ما راحش يعين حكم من الدوله المضيفه انها هي تعين حكم كمان، يعني القانون في دي حاجات واضحه وكثيره، لكن التمسك بالفار ومش الفار ده ما اظنش هو القضيه، القضيه انه الحكم انه كان يجب عليه انه يعلن للوداد ويعلن بالظبط كمان في الملعب نفسه يا محمد. بالزبط. الملعب نفسه تعلن لي كده على الكول سيستم، تقول لهم يا جماعه احنا بنبلغكم انه الفار عطلان، مش حط لي شاشه وسيبها لي، ايه الشاشه اللي حاططها دي طيب اساسا يعني؟ بالظبط. حاجات كتير قوي بقول لك كان يجب على المنسق المسؤول يعني والكوردينيتور بتاع المباراه انه كان يبلغ الناس من بدري يا جماعه الحاجات دي، ليه الهفوات الصغيره الاداريه دي ليه اصبحت الان موجوده في الاتحاد الافريقي؟ طب توقعاتك؟ انا متاكد انه هناك قله خبره موجوده في بعض الاداريين اللي موجودين المشرفين على هذه الامور، نتيجه انه حصلت تغييرات كبيره جدا في الناس المسؤوله. يعني انا اعرف منسقين موجودين في الاتحاد الافريقي بقالهم عشرات السنين غير موجودين الان. فدي نقطه مهمه جدا انا ببلغ بها انه اداريا هناك خلل في توصيل المعلومه للناس نتيجه قله الخبرات اللي موجوده، نتيجه انه الناس اللي بتيجي جديده دي ما عندهاش خلفيات. فانا بقول انه يعني الاتحاد الافريقي في يعني عايزين الموضوع ده يحلها السبب عشان البطوله الافريقيه تنجح يا جماعه، لانه ده كله كابتن شطه اولا واخيرا البطوله الافريقيه. ايوه المباراه كان فيها اثنين منسق امني، اثنين سكيورتي اوفيسر، اثنين منسق اعلامي، مراقب للمباراه، منسق عام، كان فيها عدد كبير جدا من المسؤولين في الاتحاد الافريقي ومراقبين المباراه، لكن بالتالي كل هذه الاسامي وكل هذه الاعداد لم تؤدي المطلوب منها، وبالتالي حدثت هذه الازمه. لكن يا محمد انت بتؤكد لي زي ما انا بقول لك، انا بصيت على الاسماء بتاعت السكيورتي اوفيسر ولا الكوردينيتور ولا الكوميشنرز كلهم ولا الريفري اسيسرز كمان الريفري اسيسر، فانا انا بقول هذه الاخطار الاداريه دي يعني تسببت في هذا اللغط، لان هي رئيس الاتحاد ليس له ذنب الا انه ما اختارش الشخصيات اللي كانت قادره على ان تؤدي تغيير الاتحاد الافريقي في رئاسه الجديده. هو سبب الازمه، السبب لانه هناك حصلت تغييرات حتى في المراكز حتى في 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 الوظائف حتى داخل الاتحاد الافريقي، هناك مدير المسابقات شخصيه جديده لسه ما كملش سنه، المدير اللي لجنه الحكام الاخ حقيقه من جيبوتي برضه هو حكم سابق، ولكن يعني محتاج انه اباري رئيس لجنه الحكام اوبيري ده من الشخصيات انا عارفه كان حكم سابق وراجل حقيقه مسك لجنه الحكام، كان يجب عليه انه برضه يعني جسامه ده ما يحكمش يا جماعه خمس نهايات ورا بعض ولا ايه؟ بالظبط. طيب توقعاتك المكتب التنفيذي غدا في باريس، يعني انا قلت في البدايه في معلوماتي يعني ان خيار من اثنين، يا اما يعتمد فوز الترجي وبالتالي هناك عقوبات على الوداد اذا كتب بكاري جسامه انه الغى المباراه او انهى المباراه لصالح الترجي نتيجه انسحاب الوداد، او تعاد المباراه وبالتالي ستطول هناك عقوبات على كل المسؤولين عن اقامه هذه المباراه بدءا من الحكم حتى المراقب والمنسق وكل المسؤولين عن تنظيم هذه المباراه. هل هناك خيار ثالث؟
هل انت فاكر الترجي هيوافق انه هذه مباراة تعاد؟ انا واخد بطولة واخد وحكم نهالي مباراة الانسحاب تيجي تعيدها لي ثاني، تفتكر الترجي هيوافق؟ ما دي كمان دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، لما تيجي تاخد قرار زي ده هو كل اللي هيحصل، كل اللي هيحصل انه هيكون هناك نوع من ممكن يكون نوع من الاعتذار من قبل المسؤولين في الاتحاد الافريقي نتيجه الخطا اللي تسبب في الفار، وممكن يكون هناك نوع من الـ يعني الـ القرارات الحاسمه من الكاس. الكاس لو قال لك مباراه تعاد لازم تعاد، يعني الكاس اللي هو لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لو اقرت بان المباراه دي تعاد هتعاد. بس المكتب التنفيذي هو السلطه العليا للبت في جميع المسائل داخل الاتحاد الافريقي، كابتن شطه حضرتك اضرب ده يعني طبعا المكتب التنفيذي كونه يتم اجتماع طارئ معناه عايز يخلي القرار قرار قرار من السلطه العليا التنفيذي، مش من سلطه رئيس الاتحاد ولا عضو ولا نائب رئيس، لا عايز بالزبط. عايز الكيان نفسه هو اللي يطلع القرار بالظبط. كده عمل هذا الاجتماع الامرجنسي ميتنج ده، كان اجتماع يعني هيدرس كل الامور اللي فيه وكل واحد هيعرض وجهه نظره، ولازم تكون هناك شفافيه في الايه، ما حدش يدافع عن قرار خاطئ. اهم حاجه انه ان يكون هناك قرار يحل مشاكل الاتحاد الافريقي، لانه المباراتين في النهائي سواء المباراه الاويه الهوم والاويه الاثنين كان فيهم مشاكل بالظبط مع الحكام ومع كمان مع الوداد، وبيعتقد انا بعتقد انه دي حاله لم تحدث في الاتحاد الافريقي منذ سنوات طويله جدا، ان يكون هناك في النهائي بالشكل ده انه يتم حقيقه انسحاب فريق في النهائي. ما حصلتش يمكن غير مره ومرتين على حسب ما اذكر، ولكن حقيقه في الفتره الاخيره اخر 20 سنه او 25 سنه لم تحدث ابدا ان يكون هناك انسحاب بالشكل ده الحقيقه في بطوله افريقيه تعتبر ثالث او رابع بطوله في العالم. يعني كابتن عبد المنعم شط انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، مداخله كانت في توقيت مهم جدا قبل اجتماع المكتب التنفيذي غدا ان شاء الله في باريس لبحث هذه القضيه، قضيه شائكه وبصراحه توقيتها جاي مناسب جدا، عندنا كاس افريقيه في مصر خلال الفتره القادمه. هي صحيح الموضوع كله برمته مسؤوليه الاتحاد الافريقي، لكن بما ان البطوله القادمه بتنظم في مصر فكويس الاحداث دي حصل عشان نبقى عارفين قانونيه تنفيذ تقنيه الفيديو مسؤوليه مين، الشركه المسؤوله عن تنفيذ التقنيه مع الاتحاد الافريقي مسؤوليتها ايه، الدوله المنظمه او الفريق المنظم للمباراه وضعه ايه، ايضا كمان الحكام الصفوه اللي بيحصل بسببهم هذه الاخطاء الاداريه برضه قبل البطوله الافريقيه مهم جدا كمان نبقى شايفين الصوره قدامنا كلنا قبل البطوله القادمه عشان كل واحد يبقى عارف مسؤولياته خلال الفتره القادمه. عموما زي ما تم ايقاف جهاد جريشه بسبب خطا فني، اعتقد هذه المباراه مباراه يجب ان يتم اتخاذ فيها قرار مهم جدا بالنسبه لبكاري جسامه، لانه ايضا احد المسؤولين عن كل هذه الازمه التي طرات في هذه المباراه. المسؤوليه ليست فقط في مراقب او منسق لكن ايضا حكم المباراه، كان يجب عليه ان يتم اخذ رأي أو يصل بالمعلومة إلى الناديين قبل بداية هذه المباراة. عموما دي كانت الفكرة فيما هو متعلق بالقضية المتعلقة بالاتحاد الإفريقي وموضوع نادي الترجي التونسي ونادي الوداد المغربي. ندخل بقى في أحداثنا المحلية، طبعا كمان مهم جدا عايز أقول لكم خلال الأيام القادمة هنستعرض معاكم إن شاء الله حفلات عيد الفطر المبارك في فروع النادي الأهلي الثلاث في المقر الرئيسي في الجزيرة وفرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، وأيضا هنكون دليل بإذن الله لكل أعضاء النادي عشان نقول لهم الأعياد داخل النادي الأهلي هتكون بتنظم إزاي والحفلات اللي هتقام داخل النادي الأهلي خلال الأيام القادمة. النهاردة في الفقرة الثانية مهم جدا كمان هيكون معنا اتنين من نجوم النادي الأهلي، وجودهم معنا مهم جدا لأن هيقولوا رأيهم الفني في الأحداث الجارية فيما هو متعلق بنهائي إفريقيا وأيضا فيما هو متعلق بالمباريات التي تقام في هذه اللحظات بالنسبة للدوري المحلي، رغم يعني تطبيقنا وطلبنا كذا من يعني كذا مره في موضوع لازم يكون في تكافؤ فرص بين جميع الانديه، وكان طلب النادي الاهلي هذه الجزئيه في الفتره الاخيره. لكن النهارده ضيفي في هذه الحلقه الكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني للعديد من الانديه وصاحب الخبرات الطويله الفنيه في الكره المصريه، وايضا ضيفي الثاني الكابتن احمد بلال مهاجم النادي الاهلي السابق وصاحب التاريخ الطويل في الكره المصريه مع المنتخب الوطني ومع النادي الاهلي. لكن قبل الحديث عن الفقرة الثانية يمكن معايا مجموعة من الأخبار المهمة جدا، يمكن النهاردة كان في خبر حزين وفاة والد الكابتن أكرم توفيق نجم النادي الأهلي المعار إلى نادي الجونة. يمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والصادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لفريق الجونة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسروان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خبر مهم أيضا، النيابة تكذب الإدعاءات الباطلة بخصوص الجمعية العمومية في النادي الأهلي. خبر مهم جدا ويمكن تفاصيل الخبر فيها كلام كتير محتاج يتقال في حلقات، لكن يمكن أنا بس عشان ضيق الوقت هستعرض الخبر سريعا.
الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قال النهاردة في تصريحات رسمية إن النيابة العامة أصدرت أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بلاغ رئيس نادي الزمالك الذي اتهم فيه مجلس إدارة الأهلي واللجنة القضائية المشرفة على عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في سبتمبر الماضي للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. وقدم رئيس النادي الأبيض بلاغه بعد عقد عمومية الأهلي متهما مجلس الإدارة واللجنة القضائية بالتزوير، لكن النيابة أضافت أو الأستاذ محمد عثمان أضاف في تصريحاته أن النيابة حققت هذا في هذا البلاغ وطلبت من الجهات المختصة موافتها بما لديها من معلومات في هذا الشأن، والتي انتهت جميعها إلى عدم صحة ادعاء رئيس الزمالك الذي أورده في بلاغه. كما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة ذات الأمر فانتهت النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ، وبالتالي صحة وسلامة كافة الإجراءات المتخذة في الجمعية العمومية للنادي الأهلي. الجمعية العمومية في النادي الأهلي حضرها أكثر من 16,000 عضو ووافقها أكثر من 13,000، فبالتالي كانت شفافية ووضوح لكل الكفة كل الجميع في هذه الجمعية العمومية، وتمت تحت إشراف قضائي وبإشراف اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. الأهلي كان راح من التدريبات، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر منح اللاعبين راحة سلبية اليوم، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية اليوم مع احتمال تجددها ل 24 أو 48 ساعة إضافية حسب رؤية الجهاز الفني، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي للاعبين. قدامكم صور من تدريبات الأمس اللي كانت في ملعب مختار التتش، وهذا المران جاء بعد راحة أيضا كانت يومين لفريق النادي الأهلي. عموما الجهاز الفني في التوقيت الحالي بيظبط مواعيد التدريبات والبرنامج التدريبي بالنسبة للفريق والجاهزية للمرحلة القادمة في ظل ضبابية نهاية مسابقة الدوري العام. كابتن سند الحفيظ النهاردة برضو بيوضح ليه اللاعبين الدوليين ما كانوش بيشاركوا في تدريب الأمس. قال الكابتن سيد ان الجهاز الفني بقياده مارتن لاسارتي فضل استمرار الراحه السلبيه للاعبين الدوليين بعد الراحه التي حصل عليها الفريق خلال ال 48 ساعه الماضيه. علي معلول وجيرالدو الثنائي غابوا عن المشاركه في التدريبات الجماعيه بالامس، وطبعا مع اللاعبين الدوليين المختارين في قائمه المنتخب الوطني، وبالتالي 6 لاعبين ما كانوش موجودين في تدريبات الامس لمزيد من الراحه في الفتره الحاليه. خبر اخر من النشاط الرياضي، يمكن الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي قال انه انهى الاتفاق مع الكابتن اشرف توفيق لتدريب رجال السله خلال الموسم القادم. رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي قال ان النادي انهى الاتفاق خلاص بشكل رسمي مع الكابتن اشرف توفيق لتولي منصب او منصب المدير الفني للفريق الاول لكره السله خلال الموسم القادم. واوضح الكابتن رؤوف ان الساعات الماضيه شهدت الاتفاق على كافه تفاصيل التعاقد بعد موافقه الكابتن أشرف توفيق وترحيبه بشدة للعودة لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة. كابتن أشرف توفيق عنده قدرات كبيرة جدا وعنده خبرات كبيرة جدا في كرة السلة، وسبق ليه تدريب العديد من الأندية وتدريب النادي الأهلي في فترات سابقة. أحد اللاعبين المنضمين للنادي الأهلي كرة اليد قال تصريح مهم جدا، وهو باهر البدراوي. باهر البدراوي أحدث المنضمين لفريق كرة اليد في النادي الأهلي، قال إنه فخور بالعودة للنادي الأهلي ويسعى للفوز بجميع البطولات. باهر البدراوي سعيد بالعودة لارتداء القميص النادي الأهلي بعد ما قضى 7 سنين قبل كده بين جدران النادي الأهلي، ثم انتقل للعديد من الأندية. خبر آخر متعلق باحتفالات العيد في الأهلي. وضع النادي الأهلي برنامج مميز للاحتفال بعيد الفطر المبارك بإذن الله اللي هيبدأ يوم الأربعاء. قلنا لكم أنه بكرة إن شاء الله المتمم لشهر رمضان الكريم. طبعا بنبقى سعداء لما بيكون شهر رمضان 30 يوم، يعني الأيام المباركة دي بتبقى فرصة عظيمة من السنة للسنة بنستناها. فالحمد لله بكرة المتمم من شهر رمضان، وبإذن الله يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله. كل سنة والأمة الإسلامية والشعب المصري والجماهير النادي الأهلي يا رب تكون بخير وبصحة وسلامة. النادي الأهلي حط برنامج متميز جدا للاحتفال بعيد الفطر تحت إشراف الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان، هيكون على النحو التالي. مقر النادي الأهلي بالجزيرة ثالث يوم العيد إن شاء الله هو هيكون يوم الجمعة، هيقام حفل ترفيه للأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة، هيبدأ من الساعة 5 للساعة 7، ثم يعقبه حفل غنائي للفنان مصطفى حجاج الساعة 7:30. ده مقر النادي الأهلي في الجزيرة. أيضا في نفس اليوم في يوم الجمعة تقام ورشة فنية للأطفال مع نسمة حسن من الساعة 5 للساعة 7 في حديقة الخالدين. أما في فرع النادي في مدينة نصر ثاني أيام العيد يوم الخميس هيقام حفل للأطفال
من 2 ل 6 من الساعه 2 للساعه 6 هيعقبه حفل غنائي للفنان لؤي من الساعه 8 للساعه 9 ثم الفنانه هدى من 9 ل 10 ده ثاني ايام العيد يوم الخميس. فرع النادي بالشيخ زايد ايضا ثاني يوم العيد هيبقى يوم الخميس ايضا من الساعه 6 للساعه 7 حفل للفنان مصطفى حجاج ومن الساعه 7 للساعه 8 حفل للفنانه صابرين النجيلي. ثالث ايام العيد ان شاء الله يوم الجمعه يقام اكوا بارك بالاضافه الى الورشه الفنيه وشو للاطفال في فرع النادي في الشيخ زايد. بصراحه يعني برنامج مميز جدا داخل النادي الاهلي، وحسن ان هي الحفلات تبدا من ثاني يوم. اول يوم العيد كلنا عارفين طبعا الكل بقى بيبقى فرصه تجمع الاسر بعد صلاه العيد، اليوم الاول بيبقى يوم العائله او يوم الاسره، لكن اليوم الثاني واليوم الثالث يوم الخميس والجمعه حفلات فنيه واكوا بارك لكل الاطفال ان شاء الله في فرع النادي في الشيخ زايد، حفلات من يوم الخميس ويوم الجمعه. قلنا لكم هتبقى في الجزيره مين والساعه كام وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، وان شاء الله تتم هذه الحفلات على خير ما يرام باذن الله، وتكون حفلات سعيده لكل اسره وعائله النادي الاهلي في المقر الرئيسي وفي الفروع المختلفه. خبر متعلق بالمنتخب الاولمبي، الفتره القادمه اجنده دوليه مهمه جدا، والكابتن شوقي غريب استبعد 3 لاعبين قبل السفر الى اوزبكستان. استبعد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب 3 لاعبين من السفر الى اوزبكستان لمواجهتها وديا مرتين يومي 9 و11 يونيو الجاري. كابتن شوقي غريب قرر وضع برنامج تدريبي خاص للثلاثي المستبعد تحسبا للحاجه الى جهودهم خلال وديه فلسطين يوم 16 يونيو الجاري. المنتخب طبعا الاولمبي بيستعد لخوض بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو صيف 2020. طيب برضو في اخبار مهمه جدا، يمكن المنتخب الاول برضو عنده تدريب وحيد في اليوم الاول في معسكر اسكندريه، ده بقياده المكسيكي خافير اجيري. خلاص بنبدا الاستعداد للمنتخب خلال الفتره القادمه، المعسكر هيبدا يوم 6 يونيو في برج العرب بالاسكندريه استعدادا للبطوله الافريقيه اللي هتنطلق في الفتره من 21 يونيو حتى 19 يوليو. المنتخب هيخوض مباراتين وديتين امام تنزانيا وغينيا على الترتيب يومي 11 و13 يونيو الجاري. اخبار عالميه سريعه قبل ما استقبل طبعا ضيوفي في الفقره الثانيه، محمد صلاح طبعا مطلوب في الريال والباير بعد تتويجه بدور الابطال. في المناسبه دي طبعا مبارك لمحمد صلاح نجم المصري وفخر العرب، ببارك له على الفوز بدوري ابطال اوروبا، اول لاعب مصري وثالث لاعب عربي يعني يفوز بكاس او دوري ابطال اوروبا، ده انجاز عظيم جدا وانجاز بنفتخر به طبعا كمصريين. وعايز اقول لكم حتى يعني المغاربه اول ما الناس قالت ان تاني لاعب عربي بعد رابح ماجر النجم الجزائري على طول طلعوا بتويتات وقالوا اشرف حكيمي النجمه المغربي فاز بالبطوله وهو تاني لاعب عربي. فبالتالي اي لاعب عربي لما بيفوز بهذه الكاس وهي اعظم الكؤوس في العالم بيبقى انجاز عظيم جدا للدوله، فبالتالي فوز محمد صلاح انا بعتبره انجاز لمصر، انجاز للدوله قبل ما يكون انجاز لنادي ليفربول او انجاز شخصي هو بالنسبه لمحمد صلاح وبالنسبه لنا كمصريين. سيذكر التاريخ ان محمد صلاح اول لاعب مصري يفوز بهذه البطوله وثالث لاعب عربي. طبعا بعد البطوله مطلوب بقى في العديد من الانديه الريا والباير، لكن الغريب ان محمد صلاح ضمن التشكيله المثاليه في دوري ابطال اوروبا والتشكيله المثاليه ايضا في الدوري الانجليزي، يعني للعام الثاني على التوالي بيحافظ على رصيده من ان هو يعتبر افضل الهدافين ويعني صاحب الرصيد الاعلى من الاهداف بالتساوي مع ساديو ماني ومع اوباميانج، لكن في نفس الوقت للعام الثاني على التوالي بيحقق لقب الهداف وبيصل الى نهائي دوري ابطال اوروبا وبيحرز هدف في المباراه النهائيه، وبالتالي لا يتواجد في التشكيله المثاليه في الدوري الانجليزي والتشكيله المثاليه في دوري ابطال اوروبا. عموما يعني هذه الالقاب الفرديه مش هتهم صلاح، انا عارف محمد صلاح بيفكر ازاي، هو بيهمه في النهايه اللقب الجماعي لان اللقب الجماعي هو اللي بيذكر في التاريخ. في تقارير اسبانيه بتشير ان برشلونه بيتحرك لاعاده نيمار خلال الفتره القادمه. نيمار طبعا انتقل الى باريس سان جيرمان، لكن مع باريس سان جيرمان ما ظهرش بالشكل اللائق بالنجم البرازيلي نيمار، لكن في تقارير اسبانيه النهارده بتشير الى احتماليه ان النادي الكتالوني بيسعى الى اجراء اصلاح شامل داخل الفريق بعد خساره لقب دوري ابطال اوروبا وخساره كاس اسبانيا، وبالتالي احتماليه ان هو يعني يغري باريس سان جيرمان بالتعاقد مع 3 لاعبين مقابل ان يعود نيمار الى برشلونه خلال الفتره القادمه. اليوفي بيسعى للتعاقد مع كوليبالي مدافع نابولي، ده صحيفه توتو سبورت الايطاليه قالت النهارده في غلاف الصفحه الرئيسيه ان كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي من ابرز الاهداف لاداره اليوفنتوس للتعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه.
خبر اخر عالمي متعلق بخومس رودريجيز. خومس رودريجيز النجم المكسيكي اللي بيلعب في الدوري النجم الكولومبي اللي بيلعب في اوروبا وفي نادي الباير في طريقه الى نابولي خلال الفتره القادمه بعد رفض نادي باير ميونخ تفعيل بند الشراء. يلعب خومس رودريجيز لمده موسمين على سبيل الاعاره من ريال مدريد، لكن هناك في العقد طبعا بينص على امكانيه شراءه مقابل 42 مليون يورو، وبينتهي العقد في 30 يونيو الجاري. لعيب كبير جدا في كولومبيا، وبالتاكيد في كوبا امريكا القادمه هيكون من الابرز اللاعبين نجوم الشباك اللي هيكونوا موجودين في كوبا امريكا القادمه ان شاء الله، لتنطلق منتصف شهر يونيو الجاري. دي كانت مجمل اخبارنا النهارده فيما هو متعلق بالاخبار المحليه والاخبار العالميه، والقينا الضوء في بدايه الحلقه النهارده على احداث مباراه الترجي والوداد وما هو المنتظر خلال الساعات القادمه بعد اجتماع المكتب التنفيذي في العاصمه الفرنسيه باريس غدا ان شاء الله لبحث هذه القضيه الشائكه اللي جاءت في توقيت حساس بالنسبه للكره الافريقيه. بعد الفاصل نجمية طبعا الكابتن عادل طعيمة والكابتن أحمد بلال، وإطلالة فنية وإطلالة إخبارية على كل هذه الموضوعات مع كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، مع أيضا متابعة الأحداث الجارية في المباريات الجارية في التوقيت الحالي في ظل عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المرحلة الأخيرة في الدوري العام. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله بعد فقره الانترو اللي كمليه بالاخبار والاحداث الساخنه اللي موجوده على الساحه الرياضيه سواء الافريقيه او حتى المحليه. الاحداث تحس ان هي دايما كلها متشابكه والامور كلها قريبه من بعضها، مشاكل في الاتحاد الافريقي، مشاكل في الاتحاد المصري، المشاكل واحده لان في النهايه صانع القرار عنده ازمه ومشكله داخل المنظومه اللي بيديرها سواء في الاتحاد الافريقي او حتى في الاتحاد المصري. في البدايه طبعا برحب بالاثنين من ضيوفي النهارده الكبار، اتنين لهم باع طويل جدا في الكره المصريه. ابدا طبعا بالكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي والمدير الفني للعديد من الانديه المصريه وصاحب التاريخ والتاريخ الطويل جدا في الكره المصريه وخبرات كبيره في الدوري المصري. كابتن عادل منورنا ومشرفنا وكل سنه طيب. اهلا بيك، اهلا بيك، كل سنه طيبين وعيد سعيد عليك وعلى الامه الاسلاميه بكل خير ان شاء الله. امين يا رب، وعيد مبارك عليك يا رب باذن الله. يا رب جميعا علينا إن شاء الله. كل الاهلاويه طبعا. وعلى كل الاهلاويه باذن الله. كابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي وصاحب التاريخ الطويل في الكره المصريه مع المنتخب ومع النادي الاهلي في مشوار كبير جدا في بطولات افريقيه وبطولات دوليه. كابتن بلال منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا محمد، ربنا يكرمك، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه والشعب المصري بخير يا رب والامه العربيه. ويعني تاجل العيد يوم بس الحمد لله، يعني هنصوم يوم ثاني ان شاء الله. العيد بيتاجل عايزين الفار بقى عشان ما هو اللي حدد الرؤيه الفار. كابتن عادل، الاحداث جاريه في التوقيت الحالي، يعني برضو تحس الاحداث متشابكه، عندنا مشاكل في الدوري المصري وفي الاتحاد المصري لكره القدم في مساله تنظيم المسابقه، لكن برضو متشابهه بما يحدث في الاتحاد الافريقي، مشهد نهائي افريقيا ونزور رئيس الاتحاد الافريقي بنفسه في وجود رئيس لجنه المسابقات طارق البشماوي واعضاء المكتب التنفيذي، رئيس نادي الوداد، رئيس نادي الترجي. مشهد غير معتاد، وفي توقيت الكره الافريقيه المفروض رايحه في مرحله افضل مما كانت في السابق. شفت المشهد يزود عليك على ايه؟ الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه وانا بتفرج على ماتش ليفربول وتوتنهام وشفت تنظيم الملعب وشفت بعد 3 دقائق كانت المنصه محطوطه والناس بتاخد الجوائز، مفيش مخلوق حوالين الملعب، وبقيت اقارن بين قبلها بيومين كنا بنتفرج على نهائي افريقيا وبعدها مفيش 48 ساعه بنتفرج على نهائي بطوله اوروبا. فرق كبير قوي في التصوير وفي الاخراج وفي الاحترام وفي الجماهير وفي في الاداء اللاعبين، واللعيبه واقفه صفين بتسل الواخدين البطوله ليفربول بيشجعوا الفريق الخسران توتنهام. احنا شفنا طبعا منظر لا يليق ابدا بالكره الافريقيه اللي هي بتصدر كل النجوم بتاعتها لاوروبا، وتشوف اوروبا النهارده مليانه نجوم من افريقيا، وحتى هتلاقي على مستوى التجنيس هتبص تلاقي في تيم فرنسا ما فيهوش حد ابيض، كله سمر. تيم هولندا يعني الافارقه، يبقى في هذا المستوى المتدني الناس كلها بتقدم واحنا بنتاخر، ينفع المستوى ده؟ وبعدين الفار، انت بتعمل الفار ولا بتعملوش؟ وبعدين على المواقع تبص تلاقي يقول لك رئيس النادي مش عارف مين هددني. الله، رئيس الاتحاد التونسي
مش عارف اللي بيهدد رئيس الكاف ازاي، ورئيس الكاف ينزل الملعب ليه؟ يبقى انت اذا المنظومه اللي انت بتديرها ما فيهاش التخصصات المحترمه اللي هي ممكن انها تدير اللعبه، انت ليه ما يبقاش فيه الحاجه دي موجوده في كل اوروبا، ان الراجل المسؤول عن الملعب يبقى فيه شركه مسؤول عن تنظيم الملعب. الكم الكبير ده قبل الماتش حتى ما يبدا، ناس كتير قوي جوه الملعب ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا. وحتى في المغرب نفس القصه برضو، الاعداد الكبيره دي انا فاكر يعني، وحتى هنا في مصر لما كنت بتولى تدريب يعني الفرقه الممتازه اللي كنت بدربها، كان الحكم يجي يخش يعد اللعيبه ويعد الجهاز بحيث ان مبقاش في اي حد جوه داخل الملعب، عدد زائده في الملعب. امال ايه الكلام ده ما بيحصلش ليه؟ احنا بنشوف بقيه القارة والله يا محمد، اللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي بيحصل واللي حصل في اتلتيكو مدريد، اللعيبه وهي جايه الاتوبيس نازل، اللعيبه ماشيه، ما فيش حد واقف، يا دوبك واحد بتاع امن فين وفين لما بتلاقيه، وهم نازلين الملعب الاحتفال بسيط قوي، قعدنا ساعه ونص علشان مش عارفين مين اللي هياخد القرار، المباراه تستكمل ولا لا. طيب مين هياخد القرار؟ كابتن بلال اللي خد القرار، خارج جسامه ولا المكتب التنفيذي او لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي ولا احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي؟ المشهد لا، بكاري جسامه ما ياخدش قرار زي ده، تمام، بس من صلاحياته. اوكي تمام، النهارده كون ان انك رئيس الاتحاد ينزل تحت والاثنين رئيس النادي ده ورئيس النادي ده ورئيس مكتب التنفيذ ينزلوا تحت ارض الملعب، يبقى اكيد القرار مشترك. استحاله يكون الحكم اخذ قرار من نفسه، تاخذ قرار من نفسك يبقى انت الباقي لجنه المنظمه ورئيس الاتحاد ورئيس المكتب التنفيذي يا كابتن ورؤساء الانديه، وبعدين فوق في مكانهم، الطبيعي ده الطبيعي. انما يبقى في يعني ديسكشن كده كتيره، في مناقشات كتيره داخل الملعب، يبقى اكيد القرار ده تمام قرار متفق عليه تمام، من قبل بقى رئيس الاتحاد، من قبل بقى اللجنه المنظمه، من قبل يعني اعضاء الاتحاد الافريقي، يبقى لا لابد ان قرار زي ده عشان يتاخد بالشكل ده في الاجواء دي يبقى قرار متفق عليه من الناس اللي مسؤوله عن الاتحاد الافريقي. خد بالك المشاكل اللي موجوده الكتيره دي مش وليدة اللحظة، بس احنا عشان هنا اتحاد الكرة المصري كابتن للأسف بيتغافل كتير جدا عن الحاجات عن حقوقنا، فبالتالي احنا بنعدي كل حاجة. يعني افتكر معايا كابتن بطولة انرامو، الهدف اللي بدراعه مش بكتفه، بدراعه طلع خد بدراعه يا كابتن حامل الكرة كده، ويعني يعني انا اسف يعني في لفظ كده عندنا في الفلاحين يقول لك ده الأعمى يشوفها، يعني اسف يعني تمام. الكرة مرفوعة، انرامو بيحط الكرة بدراعه وبيطير كده زي بتوع الهاند بول تمام، ويحط كرة جول وتتحسب ويصفر، وبعد المباراة مفيش أي حاجة خالص من الاتحاد، ولا عقاب ولا أي رد فعل، ولا أي رد فعل، وقال لك الأخطاء واردة في التحكيم، الأخطاء واردة في التحكيم تمام. هو ده هو هي دي كرة في أفريقيا حضرتك كابتن. النهاردة بنتكلم إنك 2020 30/5 اللي جاي استاد أتاتورك في اسطنبول هيستضيف نهائي أوروبا بالظبط السنة الجاية، انت بتتكلم يعني في سنه بقى قادمه ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. هنا في مصر هنا في الاتحاد الافريقي بنتكلم هل المباراه ستعاد؟ هل المباراه يعني خلاص الترجي كسب؟ طب هل الفار مش شغال عشان حساب الترجي؟ ما هو انت بص طالما انت لا هل الفار ما جاش بتكسر بتكسر قاعده مهمه جدا من قواعد اللعب اللي انت حطيتها كاتحاد افريقي تمام؟ بتكسرها في مباراه نهائيه زي كده، يبقى انت النهارده مليار في الميه الكلام اللي لازم يتقال ولازم تتقبله انك انت في رشاوى بتحصل في الاتحاد، مليار في الميه لازم تتقبل هذه الانتقادات. انت النهارده المباراه على في ملعب الوداد الفار موجود تمام، المباراه في ملعب الترجي الفار مش موجود، عطلان مش شغال، ما جاش تمام، مش ايا كان بقى لا ده يعني. هو لو عطلان يا كابتن بلال يبقى حصل عطل فيه فالمباراه بتستكمل حل. لكن ما جاش من الاساس ونادي الوداد ما يعرفش. خد بالك خد بالك والفار ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي مش مسؤوليه الترجي. مظبوط. يعني هو مسؤوليه الاتحاد الافريقي، هو اللي بيجيب وهو اللي بيجيب الحكام وهو اللي بيجيب الناس اللي موجوده. مزبوط. يعني الامر من اوله لاخره يا كابتن ده مسؤوليه الاتحاد الافريقي، فمعنى ان انت اصلا ما تجيبوش او يبقى عطلان او يبقى اذا في هنا يعني كلام ما بين السطور لازم يعاقب عليه او تعاقب عليه المسؤولين او تعاقب عليه المسؤولين. كون ان انت كمان تنزل كرئيس اتحاد افريقي اثناء عطل اثناء المباراه عشان تشوف ان الكوره الاتحاد المغربي او المدرب بتاع المغرب او رئيس النادي بتاع المغرب معترض ولا لا، دي مش بتاعتك انت. في رولز يا كابتن تمام بتطبق في كل المباريات اللي في العالم كلها، بتحكم هي لعبه كره القدم عباره عن رولز.
تمام، بتحكم الفرقتين والحكم وكل حاجه، انما النهارده كون انت تنزل ده معناه ان هيبقى في تدخل طبيعي بطبيعه الحال بالزبط. يعني مليار في الميه طالما انا نزلت اذا هناك قرارات هتتاخد، هناك تدخل هيتم. الحكم بكاري جسامه وقف ساعه ونص، طب انت هو في الدنيا كلها حد يقول ان انسحاب الفرقه بعد ساعه ونص ده قرار؟ القانون بيقول 45 دقيقه. ما هو ده اللي انا بقول. بالظبط. مفيش لائحه في العالم بتقول ان الانسحاب هتفضل قاعد ساعه ونص عشان تاخد قرار اذا كنت انت هتنهي المباراه او مش هتنهيها. طيب ناخد تليفون مهم جدا من المغرب. كابتن عادل، كابتن بلال معايا على التليفون، الاستاذ جمال الصيفي الناقد الرياضي المغربي. استاذ جمال مساء الخير عليك، وما هي الاجواء والساعات الاخيره في المغرب قبل اجتماع المكتب التنفيذي في باريس غدا لبحث هذا الموضوع بين الترجي والوداد في هذا الاجتماع المهم جدا، اعلى سلطه في الاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي في باريس؟ مساء الخير وعيدكم مبارك سعيد لك وللحضور الكرام وللاخوه في مصر. بطبيعه الحال تابعتم ملف مباراه الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ما رافقه من جدل ومن فضائح، كان ملعب رادس شاهدا عليها في ضرب صريح في مبدا تكافؤ الفرص. اتصور ان يعني الوداد لا يدافع فقط عن قضيته العادله، ويدافع ايضا عن كره القدم الافريقيه وعن حقها، حق انديتها ومنتخباتها في تنافس رياضي شريف يحسم فوق ارضيه الملعب وليس خلف الكواليس والغرف المظلمه. تابعتم فضيحه مباراه الذهاب، كان بطلها الحكم للاسف الحكم المصري جهاد جريشا، حرم بوجود الفار الوداد من ضربه جزاء مشروعه، من هدف ايضا مشروع، تغاضى عن ثلاث بطائق صفراء لعميد الترجي خليل شمام، ومنح بطاقه صفراء خياليه لمدافع الوداد اشرف داري، هذا بحضور الفار وبتقنيه الفار التي استخدمت في مباراه الذهاب. في مباراه الرباط شاهدنا فضيحه اخرى من نوع اخر، يعني تغييب كلي للفار، محاوله تدليس في البدايه، يعني حاولوا ايهام اداره الوداد ولاعبي الوداد لان الفار موجود من خلال الصندوق وضعوه في منتصف الملعب قبل ان يتبين. لحسن الحظ جاء هدف وليد القرتي في الدقيقه 58 ليكشف فضيحه القرن في امام يعني انظار العالم، حينما سجل هدفا قبل ان يتبين ان تقنيه الفار ليست مستخدمه في هذه المباراه، مع العلم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم سبق له ان اعلن عبر بيانات رسميه أن تقنية الفار ستستخدم في مباراة الذهاب والإياب من أجل مبدأ تكافؤ الفرص. ما حدث في فرادس هو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، هو ضرب للشفافية وضرب يعني لكل يعني المقومات التنافس الرياضي الشريف. بالنسبة للملف في الوداد يعني أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الملف يعني الاجتماع الذي سيعقد غد، أنا أتصور أن لدى الوداد كل يعني المقومات وكل الأسلحة القانونية ليفوز يعني على أرض الواقع ويتم الانتصار يعني للروح الرياضية وللتنافس الرياضي الشريف. فمسؤوله أولا لو سمحت لي أن أطيل بعض شيء، هذه ليست أول مرة، أولا لابد أن أطرح مجموعة من التساؤلات. لماذا فقط دائما ترجي مباريات الإياب تجرى في رادس؟ هل هي صدفة أن الترجي دائما يخوض مباريات؟ هل هي صدفة أيضا أن ضربة الهدف الذي سجله النيجيري مايكل إنرامو في شباك الأهلي تم يعني على طريقة الكرة الطائرة أمام من كان الحكم آنذاك؟ الغاني جوزيف لامبتي، جوزيف لامبتي الذي تورط فيما بعد في عملية ارتشاء، وسبق لوالده أن كان أيضا تورط في ملف مباراة مصر وزيمبابوي، وتورط أيضا في مباراة المغرب والزهير الشهيرة في كأس تصفيات كأس العالم 1974. فهل هي صدفة أيضا أن دائما الحكام يخطئون لصالح الترجي؟ تابعنا في السنة الماضية مباراة بريميرو أغوستو والأهلي، الحكم الزامبي سيكازوي. تابعنا أيضا هذه السنة مهزلة مباراة الذهاب، أتصور أنه حان الأوان لوضع النقاط على الحروف، حان الأوان أيضا للأندية الإفريقية الكبيرة بالأهلي والوداد ومازيمبي بالكونغولي لتتكتل فيما بينها وتدافع عن شرف اللعبة، تدافع عن التنافس الرياضي الشريف، لأن هذا ما سيخدم كرة القدم الإفريقية. أوكي، طيب أنا ليا استفسار أخير.
الوداد بيعتمد على خطاب ارسلته الشركه المسؤوله عن تطبيق تقنيه الفيديو للاتحاد الافريقي والتي اخترت فيه الكاف ان تقنيه الفيديو لن تكون موجوده في هذه المباراه لعدم وصول باقي المعدات من الرياض الى تونس، مظبوط؟ فعلا الشركه، بل الاشكال اليوم الشركه فعلا، اولا بلاغ بيان الشركه هو في صالح اداره الوداد. لماذا؟ لانه كما قلت لك الابلاغ بان تقنيه فار لن تستخدم كان يجب ان يتم في الاجتماع التقني الذي سبق المباراه. هذا الامر لم يتم، وبالتالي الاتحاد الافريقي لكره القدم في مازق كبير جدا، عليه ان يجد حلا ليخرج منه. هذا الجانب الاول. لو ان الفار كان مستخدما اثناء المباراه وتم استخدامه في لقطه او لقطتين ثم تعطل الفار، في هذه الحاله يمكن ان نقول ان الوداد مخطئ، ولكن نحن لسنا بصدد هذه الحاله، نحن امام حاله تم فيها التدليس على فريق الوداد، تم التدليس فيها على كل انظار العالم، بدليل ان الفار انه تم يعني وضع صندوق، لان الفار ليس هو ذلك الصندوق الذي يوجد في وسط الملعب، وانما غرفه تقنيه فيها يعني الفار، وتلك الشاشه التي توضع في منتصف الملعب يلجا اليها الحكم للحكم في هذه الحالات. فهذه النقطه في صالح اداره الوداد. النقطه الثانيه هو ان الاجتماع التقني لم يتم فيه اخبار مسؤولي الوداد ان تقنيه الفار لن تستخدم في هذه المباراه. ايضا في مباراه حينما استخدم الفار كان هناك بيان رسمي، مراسلات رسميه توصلت بها اداره الوداد. في مباراه اياب هذا الامر لم يحدث بشكل نهائي، وبالتالي هذه كلها نقاط تصب في مصلحه اداره الوداد للدفاع عن مطلبها العادل بالحصول على الانصاف. تمام. كابتن عادل، كابتن بلال، في اي استفسار للاستاذ جمال؟ لو عايزين تستفسروا عن اي شيء في المغرب. الحقيقه انا بحيي فريق الوداد، الحقيقه ادى اداء مشرف جدا في المباراتين، وانا بتفق معاه انه فعلا كان هناك هدف سليم 100%، وكان هناك ضربه جزاء، وبرضه يمكن بختلف معاه في حته الانذار، لان الباك رايت فعلا الكره الثانيه كان يستاهل عليها انذار. دي في مباراه الذهاب. في مباراه الذهاب. في المباراه الثانيه طبعا يعني واضح جدا انه حته عدم وجود الفار وعدم وجود التنافس الشريف واللي حصل بعد المباراه دي جريمه في حق كره القدم. ما اعتقدش ان اي حد في العالم يرضى بالوضع اللي احنا شفناه ده في بطوله أكيد. افريقيه مهمه جدا العالم كله بيتابعها. فانا معاهم طبعا الترجي والوداد، هم مناديين احنا بنعشقهم ونحبهم جدا، لان هم بينافسوا النادي الاهلي وعاملين يعني صدى جميل في الكره الافريقيه. لكن اعتقد احتمال اجتماع بكره يكون فيه نوع من العدل، لو فيه عدل فعلا يبقى فيه يا اما اعاده المباراه يا اما يبقى فيه يعني موقف، لان اللي حصل انه خاصه من رئيس الاتحاد بيقال انه هو اللي بيقول في حديث بيقول ان انا تم تهديدي، وفي مقاله ثانيه بيقول ان هو هيعوض نادي الوداد ان السنه الجايه هيديهم البطوله. ده كلام قاله سعيد الناصري على فكره. جمال، يعني ده حاجه غريبه قوي. ده على فكره اللي قاله كابتن عادل طعيمه، دي تصريحات بالامس انا شفتها صوت وصوره للكابتن سعيد الناصري في قناه مغربيه. الكلام ده حقيقي فعلا؟ وادلى بتصريحات امس، ولكن ليس هو من قال هذا الكلام، هذا الكلام جاء على لسان مذيع البرنامج الذي طرح تساؤلا، ولكن سعيد الناصري لم يؤكده ولم ينفيه، ترك يعني الامور مفتوحه. انا فقط اريد ان اضيف نقطه اخرى فيما يتعلق بدفعات فريق الوداد المتعلقه. اولا هذا ما حدث في ملعب الرياضي السابقه في تاريخ كره القدم. اولا انتزعت الصلاحيات من الحكم قسامة، الحكم الطاقم التحكيم ايضا هو متورط، لم يتخذ هو قرار نهايه المباراه. صح. طيب ده اللي قلناه قبل، ده اللي قلناه فعلا مظبوط. فطاقم التحكيم ايضا متورط. لماذا؟ لان قسامة كان يوهم لاعبي الوداد انه يستعمل السماعه من اجل اتصال بغرفه الفار. عايز بس عايز اسالك سؤال، يعني بس سؤال كده يعني. كابتن احمد بلال معاك يا جمال. كان في حوار ما بين رئيس الاتحاد داخل الملعب ورئيس ورؤساء الانديه الترجي رئيس نادي الترجي وناس مسؤوله، هل عندك معلومات عن الحوار اللي دار ما بينهم؟ لا انا ليست لدي يعني كل تفاصيل الحوار، ولكن ما كان من بين ما جاء فيه هو تلفظ يعني ان رئيس الترجي حمدي المدب تلفظ بكلمات يعني ناريه في حق رئيس الوداد الذي كمالك اعصابه لم يرد عليه بالمثل، وقد اظهرت اللقطات التلفزيونيه يعني ما حدث في تلك المباراة. أيضا أحمد فوجئ أيضا
بعدم وجود تقنية الفار في تلك يعني المباراة. أيضا كان هناك أيضا تناقض، كيف تقولون أن الشركة أيضا بعثت وأن الفار غير موجود، ثم أثناء المباراة يقولون أن الفار تم تصليحه أصبح جاهزا يعني للعمل. فكم هائل من التناقضات يكشف. أيضا أمس لو تابعت أحد برامج الرياضية التي بثت في التلفزيون الرسمي التونسي في القناة الوطنية التونسية، فالمدرب واللاعبين وقعوا في مجموعة من التناقضات. هناك لاعب شمس الدين الدوادي قال أنا لم يكن في علمنا أن الفار غير موجود، مزبوط. المدرب قال أنه في الممر قالوا أن الفار غير موجود، اللاعب قال في الدقيقة السادسة أو أثناء المباراة أخبرونا أن الفار غير موجود. أيضا هناك صحفي تونسي في نفس البرنامج أراد أن يطرح تساؤلا حول أنه كان يجب أن يكون هناك محضر يسبق المقابلة يتم فيه تدوين أن الفار لن يستخدم، فتم الهجوم عليه داخل البرنامج ومنع من الكلام ومن الإدلاء بهذا التساؤل. فنحن أمام أيضا يعني منظومة فيها مسؤول الترجي، فيها أيضا الكاف يعني الكاف يعني جهات يعني تحاول دفع الأمور باتجاه معين، وفيها أيضا للأسف منظومة إعلامية لا تتحلى بالمهنية وبالموضوعية في معالجة قضايا رياضية ومباريات كرة قدم يعني من حجم كبير يتابعها يعني ملايين العرب وأيضا وملايين المشاهدين ليس فقط العرب. فأنا أتصور أن هذه المباراة فرصة سانحة من أجل وضع النقاط على الحروف من أجل تنظيم كرة القدم الإفريقية، لأن ما يمكن أن يخدم كرة القدم الإفريقية وخصوصا الأندية العربية هو أن يضع الجميع اليد في اليد من أجل تشجيع التنافس الرياضي الشريف حتى يفوز من يستحق فوق أرضية الملعب وليس فقط من يجيد لعبة الكواليس. إضافة أخرى أن ليم شيبوب الرئيس التاريخي لفريق الترجي التونسي بعد مباراة الذهاب قام يعني بحوار يعني صحفي مع إحدى الإذاعات التونسية واعترف بعظمة لسانه أنه كان كعضو في الكاف يؤثر على تعيينات الحكام ويعين من يشاء لخدمة مصالح الترجي التونسي، وهذا جاء بعد مباراة الذهاب. ثم مباراة الإياب أكدت اليوم بوجود الفار بوجود الكاميرات أن مسؤولي الترجي التونسي يتحدون الجميع من أجل أن يسرقوا لقبا لا يستحقونه بالنظر إلى ما تابعناه من أداء في مباراة الذهاب ومباراة الإياب. أيضا لابد أن أشدد أن الأهلي المصري أيضا من بين الأندية التي ظلمت، وأنا لا أقول هذا لأنني يعني أتحدث لقناة الأهلي، من بين الأندية التي ظلمت يعني في تاريخها يعني من طرف التحكيم. تتذكر أكيد نهائي الرجاء والترجي 99 وكيف ظلم فريق الرجاء. الأهلي أيضا ظلم أمام الترجي أكثر من مرة وبفرقة موصوفة كما تابعنا في الهدف الذي كان سجله مايكل إنرام، وللأسف الشديد يعني صورة الهدف لكل هذه الممارسات. بالضبط. جمال ستيفي الناقد الرياضي المغربي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا بالتأكيد لإطلالة بخصوص موضوع تقنية الفيديو وأحداث مباراة الترجي والوداد وما هو المنتظر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي غدا في العاصمة الفرنسية باريس. هو جمال كمان نسي مهمة، حاجة مهمة جدا كمان، يعني في مباراة الأهلي والنجم الساحلي 2007 عبد الرحيم العرجون ظلم الأهلي برضه في نهائي افريقيا. طرد عماد النحاس المباراة اللي هناك كان في ركلة جزاء لمحمد بركات في ملعب سوسة. مظبوط كان في ركلة جزاء هناك في ملعب سوسة. بس شوف يعني احنا بس من عشان كده عايز اقول لك للاسف الشديد احنا كابتن الاعلام بتاعنا هادي شويه مؤدب شويه تمام، واتحاد الكره بتاعنا في حاله شويتين ثلاثه، ما بيحبش المشاكل ما بيحبش الخناقات ما بيحبش ياخد يعني ما بيحبش الناس تيجي عليه يعني بيقول لك الله يسامحهم يعني تمام. ده في عرف كره القدم كلام مش مظبوط مش سليم. طالما انا عندي حق لابد ان انا اخد حقي، مش معقول انا اتظلمت في 2007 واتظلمت تاني في 2000 وكان 13 ولا كان 14 2007 قدام إنرام الساحلي 2011 امام ان مايكل إنرام في ملعب رادس مباراه سيمي فاينل الماتش اللي برضه البطوله اللي فاتت في المغرب تمام، مباراه الوداد هناك برضه عندنا مشاكل تمام. فانت مش معقول كل سنه لا في انت ناسي مباراه الترجي أزاروا 24 ساعة قرار بإيقافه. ما هو دي برضو ما هي دي يعني برضو من ضمن الحاجات دي بتاعت الترجي ده بتاعت الترجي الموسم اللي فات الموسم اللي فات الموسم ده الاتحاد الإفريقي قرار سريع قوي قبل الاتحاد الإفريقي بعد مباراة الأهلي والترجي فجأة تصريحات ضد كارتيرون وتحذيره إيقاف وليد أزارو صح لمدة مبارتين يعني بره يعني خلاص البطولة خلصت. كان هناك عقوبة على المدرج الجنوبي اللي هو الثالثة اليمين هناك في ملعب رادس، تم إلغاء العقوبة والسماح للجماهير التونسية بالحضور بالملعب بالكامل. إذن الاتحاد التونسي الاعتداء اللي حصل على أتوبيس محمد لما تعور يا كابتن أين اتحاد كرة القدم المصري من هذا الحوار؟
مش طرف. تمام، ازاي مش طرف؟ امال مين طرف؟ مش طرف. امال الاتحاد التونسي ليه بيخش بيبقى طرف؟ الاتحاد المغربي. الاتحاد المغربي بيخش بيبقى طرف في كل حاجه. ده فوز الاجزع نائب رئيس الاتحاد الافريقي قايم بنفسه بالموضوع. انا عايز اسال سؤال، هو مش الطبيعي ان الاتحادات هي المنوطه ان هي تخاطب الاتحاد الافريقي والدفاع عن انديتها؟ والدفاع عن انديتها، والدفاع مش هي المنوطه، هو الاب الشرعي، ده الطبيعي يعني في كل الحالات. ليه احنا دايما لما بنيجي احنا، هو انا بتكلم عن الاهلي مش بتكلم عن الزمالك، خلاص الزمالك خد البطوله، بس بتكلم على الاهلي لانه الاكثر وصولا للنهائيات، تمام، فبالتالي والاكثر تعرضا للظلم. بالظبط. حلو، فانت كون ان انت تبقى اكثر وصولا للنهائيات واكثر تعرضا للظلم، لابد ان يكون في اتحاد كوره قوي واقف في ظهرك عشان يحميك ويحمي ويتشرف انه واقف مع بطل كبير. طبيعي يا كابتن، الاهلي بينجز البطولات بجماهيريته، طبيعي، وضع طبيعي. في المغرب بيستشهدوا بالنادي الاهلي يا كابتن عادل، الراجل هو بيتكلم معانا في التليفون بيقول لك دور النادي الاهلي الكبير في القاره الافريقيه، الاحداث اللي بتحصل دي مهم جدا. يعني الانديه الكبيره لازم بالتاكيد تشوف الاحداث اللي بتحصل. انت النهارده لو غاب، لما بيغيب الاهلي او مثلا او الزمالك او الترجي عن النهائيات، تمام، بتبقى البطوله التسويقيه للمباراه يعني ضعيفه جدا. النهارده لما الاهلي لما الاهلي خرج من دور الثمانيه، تمام، انت البطوله بالنسبه لفئه كبيره جدا، بطوله يعني حجم قيمتها كبيره، حجم الاعلانات المباراه النهائيه على القناه الناقله للمباراه معلش. قالت ان حجم الاعلانات النهارده في الفاينل ده اقل بكتير من مباراه الاهلي والترجي. يعني انا هديك مثل، بس معلش انا اسف، يعني هديك مثل بالتنس. يعني النهارده بطوله روما بتاعت الماستر بتاع روما ورولان جاروس اللي بتتلعب، بطوله التنس، لما فيدرر قال انا هلعب، حجم التذاكر زاد وحجم البيع زاد. هو كذلك النادي الاهلي في افريقيا، يعني وده بطل عالم وده بطل افريقيا، تمام، لما النادي الاهلي بيبقى موجود في البطولات كل حاجه بتزيد. وضع طبيعي يا كابتن انك لما يبقى عندك سوبر ستار، حتى في الفرق نفسها لما السوبر ستار بيبقى موجود بيلعب المباراه، بتفضل الجماهير قاعده بتنتظر. النهارده شفت اتفرج على ميسي او اتفرج على كريستيانو، واتفرج النهارده صلاح في ليفربول، لما اللعيب السوبر ستار اللي الناس بتحبه بيبقى موجود حتى في الفريق، مش هتكلم على فريق بشكل عام، النهارده كل الدعايه بتزيد، نسبه المشاهده بتزيد، كل حاجه، النسبه للقيم التسويقيه بتزيد، كل حاجه بتزيد، حضور المباريات بالظبط، حضور المباريات نفسها للجماهير يعني. فالنهارده لما يخرج الاهلي من البطوله بفعل فاعل، تمام، لابد انك يكون موجود عندك اتحاد كره قدم قوي، تمام، يدافع عن حقوق الانديه، لان هو ده المنوط بالدفاع عن حقوق الانديه، سواء اذا كان الاهلي او الزمالك او اي فريق بيوصل لافريقيا. مش معقول احنا بنخرج 3-4 مرات من بطوله افريقيا بسبب تحكيم غبي، وبالتالي ما بتلاقيش حد بياخد قرارات ولا حتى بص. شوف لما خرجنا والاهلي قدم تظلم في موضوع انرامو، اقل تقدير كان يجب انك توقف الحكم، يعني بص، يعني دي فضيحه بكل المقاييس، فضيحه بكل المقاييس والله العظيم، فضيحه بكل المقاييس. كان لابد انك توقف الحكم او اللاين مان، واحد فيهم على الاقل توقف، تمام. خلصت المباراه، الاتحاد المصري لم يقدم اي شيء ولا اي حاجه للاتحاد الافريقي، والاهلي تظلم. ولكن طالما انت ما عندكش السبورت اصلا من الاتحاد بتاعك، طب اقول لك السبورت، فبالتالي اقول لك بقى، يعني هكشف لك لاول مره كابتن عادل، كابتن بلال على الكواليس. فضل. السنه دي في مباراه الصفاقسي التونسي ومباراه نهضه بركان اللي هي كانت في السيمي فاينل الكونفدراليه قبل المباراه النهائيه، بعد المباراه لما فاز نهضه بركان على الصفاقسي ب3 أهداف مقابل لا شيء، لاعب الصفاقسي عايز اقول لك بهدلوا الحكم، طاقم التحكيم خد علقه موت في الملعب. قلنا خلاص نادي الصفاقسي هتصدر ضده عقوبات غير طبيعيه، حرمان لعيبه، ايقاف لعيبه، قصه كبيره، ده كانت على الهوا والناس كلها شافتها. جلسه الاستماع اللي كانت في الاتحاد الافريقي بحضور مين اللي كان بيترافع عن نادي الصفاقسي؟ وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي، وبحضور طارق البشماوي رئيس لجنه المسابقات التونسي. حلو، تخيل العقوبات كانت ايه؟ ايقاف 3 لعيبه 3 مباريات بس، مفيش لا شطب ولا ايقاف سنه ولا حرمان النادي ولا اي قرار، 3 مباريات فقط ل3 لعيبه. هو داخل الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد التونسي كان بيترافع بنفسه في جلسه الاستماع دفاعا عن نادي الصفاقسي، رغم ان نادي الصفاقسي الكل شاف على الهوا اللي حصل، يعني هتدافع عن ايه؟ الناس كلها شافتها صوت وصوره، ومع ذلك 3 مباريات بس. ازاره توقف ماتشين من غير ما يعتدي على حكم. علشان كده الاخ اللي بيتكلم، الصحفي اللي بيتكلم من المغرب، اعتقد انه وضح لنا صوره كلنا يعني بنجد الحرج ان احنا نتكلم فيها، وهي انه الاخوه المسؤولين عن التحكيم في الكاف في علامه استفهام بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي باستمرار بتلاقي الحكام في جميع المستويات من دور ال 32 وانت طالع بتعدي المباراه، تحس انك انت بتلاعب 11 ومعاهم الحكم. احنا يعني احيانا بيبقى عندك الحرج انك انت بحكم انتمائك ما بتقدرش تتكلم على التحكيم وتقول ان هناك اخطاء او الاخره،
لكن الأخطاء لما تبقى متكررة بهذا الشكل الغريب وبعدين توصل للنهائي وبعدين لما توصل للنهائي تقابل بهذا الكم من التعسف وتلاقي أنا شفت بعض الحكام هو بيكلم لاعبتنا بيكلمهم بعنف غير طبيعي وبعدين تبص تلاقي على الجانب الآخر تبص ليه وبيكلم التيم المنافس يعني شكل تاني خالص الابتسامة والحتى يعني الإنذار ما بيطلعش إلا بالعافية وكمية العنف اللي بنتعرض ليها كمية غير مسبوقة فأنت مباراة سان داونز هنا كابتن في القاهرة شوف طريقة الحكم مع اللعيبة هو نفس الحكم تفتكر بقول لك هنا المباراة اللي هنا بتاعت سان داونز شفت طريقة الحكم مع اللعيبة والعنف والقرارات الصعبة من أول لحظة تمام ومن أول دقيقة بيديك إنذارات عشان خاطر يحجمك خلاص يحجمك ده راجل يا أحمد مالي إيده الراجل مالي ايده بيه بالظبط يا كابتن مهما عمل لا ما اقصدش مالي ايده يا عارف يا كابتن في مثل بيقول لك ايه تصدق وتامن بكام انا اقصد مالي ايده يعني ايه يعني راجل من اول دقيقه وبالماتش وفي جماهير 70-80 ألف وراجل يعني ايه عارف ان هو مهما هيخطا مفيش هيحصل حاجه صحيح مفيش عقاب طبيعي انا اقصد مالي ايده بكده يعني ان هو يعني راجل عارف ان هو هيدير المباراه ديت وهناك المسؤول عنه لن يحاسب اصل فدي يعني طبعا عمليه بتبقى من اساء من ايه من امن العقاب اساء الادب اساء الادب عارف يا كابتن يعني انا بس جت في 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 في, في خاطري حاجه كده يعني لما احمد جه ومشي عيسى حياته قال لك بس الاتحاد المصري وله كل التاثير وله كل القوه وله كل شيء وهو اللي مشى عيسى حياته هو اللي جاب احمد يعني ثم ما بعد يعني نيكست ستيب يعني هنعمل ايه طب بعد كده هو بقالوش سنه بيقول لك انا عليا في مؤامره علشان تمشيني يعني كل يوم بيطلع في حديث يقول لك في مؤامره عليا من اول الفار لحد التحكيم بيقول لك انا جايب احسن حكمين ومع ذلك الحكام بيخطئوا اخطاء قانونيه غير طبيعيه في ماتش الزمالك وفي ماتش الترجي خطا قانوني في ماتش الزمالك فعلا وطبعا دي معروض عليهم بكره اعتقد برضو لا ده في اجتماع لجنه انضباط بعدها بيومين لسه يعني اقصد يعني في الاسبوع ده يعني فهي علشان انت فاكر لما بقول لك الجمعيه العموميه سواء في الكاف لو الجمعيه العموميه بتعرف انها تختار الاختيار السليم هيجي رئيس كاف مالي مركزه مزبوط. مالي مركزه بمعنى ايه يبقى في اول حاجه بعملها ان انا الانديه الافريقيه وده اللي كنت بنادي بيه احمد باستمرار الانديه الافريقيه النادي اللي ما عندوش ملعب نجيله طبيعيه مظبوطه ما فيش الفندق المظبوط ما فيش الحمايه المظبوطه ما فيش اداره لداخل الملعب وخارجه ما يبقاش فيه اعتداء على الفريق المنافس جوه الملعب ما يبقاش فيه غير الاجهزه الفنيه وفقط الكلام ده لو انا رئيس الكاف هعمل ايه الحاجه دي اول حاجه هعملها ان انا الانديه اللي هتلعب في البطوله الافريقيه اذا ما عندهاش الصراحه دي النادي الاخر لو مركز ثاني او ثالث هو اللي يدخل وبقرارات حاسمه الحاجه الثانيه عنصر التحكيم من اهم العناصر الموجوده في اللعبه عنصر انت التالي. ازاي سايب العنصر ده بهذا الكم من الاخطاء انت ازاي مع الـ عندك 52 54 دوله وعندك فلوس ما شاء الله يعني كتير قوي الايرادات بقت في الاتحاد الافريقي كبيره ما انتش قادر يا راجل الشاشه ما تطور في ماتش الترجي حاجه تضحك الجهاز الفار حاجه تضحك حاجه كده زي التلفزيون على فكره مصر بتاع زمان الشاشه دي كانت بتنقل المباراه اللي احنا شايفينها على قناه ناقله للمباراه يعني عشان كمان يبقى في مشهد انت شفتها عامله ازاي حاجه كده شاشه 14 بوصه حاجه بس هي على فكره هي يعني ده محطوطه حته صح حته غلط قدام الجمهور تخيل واصلا تتحط ليه وما فيش اصلا تقنيه الفيديو فوق ما فيش الغرفه يعني الغرفه اصلا مش موجوده انت عارف الحاجه الثانيه يا سعيد يعني انت عاملها وبعدين الحكم الرابع والحكم عمالين يشدوا اللعيب انا شد اللعيبه ليه اللعيب اللي هيجي في الحته دي انذار ايقاف هو القانون بيقول كده انذار كارت احمر بره بس السؤال المهم يا كابتن دلوقتي هو دلوقتي ما فيش اوضه للفار طب هو النهارده لعيبه الوداد هيعرفوا ازاي ان مفيش اوضه هيخشوا يعني يشوفوا اذا كان في اوضه لا ده الحكم كان بيعمل حاجه غريبه ده الحكم كان كل شويه بيعمل على السماعه واصلا لا ممكن يكون بيتكلم الاثنين المغروفين جنب اللاين انت بتتكلم اثناء بره بعد ما خلص ساعة الحدث نفسه عشان في مراقب ممكن يكون بيتكلم بره مع المراقب هو المفروض او بيتكلم احمد عادي بسيطه انت زي ما قلت عارف يا كابتن يعني
يعني برضو يعني بص هو كابتن بص يا كابتن في الصور المساعدين كانوا جماعه في نص الملعب على فكره كانوا جنبه تمام وهو واقف عمال يعمل على السماعه المساعدين اهو يعني هو المفروض بيعمل على السماعه المفروض هو بيكلم ساكوزي الحكم الزامبي اللي موجود في تقنيه الفيديو فوق في الغرفه اصلا ما فيش حد في الغرفه يعني اصلا ما فيش حد في الغرفه فبالتالي ده الاستفسار اللي احنا كنا بنساله طب اقول لك على حاجه كابتن بلال وكابتن عادل دلوقتي جهاد جريشه اتوقف بعد المباراه السابقه بسبب خطا فني حلو وعلى فكره قرار الايقاف صدر من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لا مكتب تنفيذي ولا لجنه انضباط ولا اي لجنه داخل الاتحاد الافريقي من لجنه الحكام اللي على فكره عضو فيها عصام عبد الفتاح ست شهور بس عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي عصام عبد الفتاح اللي هو رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري طيب المفروض دلوقتي الدفاع ده صوته لمين لا ده الغريب ان القرار اصلا لما بعد المباراه يعني حسب ما فهمنا وحسب ما جات لنا من معلومات ان تقرير لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي والمراقبين لجهاد جريشه كان تقرير عالي طبيعي الراجل عمل حاجه عمل مباراه يعني لو اخطا في الهدف لكن ضربه الجزاء مش ضربه جزاء لكن اخطا في الهدف تمام. مثلا بس خطا فني وارد درجه التقرير او درجه التقييم لجهاد جريشه في المباراه كان درجه عاليه من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واللي وقف جهاد جريشه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي واللي عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي عصام عبد الفتاح واللي التمس على قرار ايقاف جهاد جريشه لجنه الحكام في الاتحاد المصري مش الاتحاد المصري يعني لجنه الحكام لجنه الحكام اللي بيرأسها عصام عبد الفتاح اللي هو عضو في لجنه حكام في الاتحاد الافريقي اللي خدت القرار مش مهم ممكن اصل عصام عبد الفتاح لوحده برضه مش هيدي قرار يعني اكيد في يعني مجموعه كبيره من اللي بياخدوا القرار بس هي الفكره هنا انت لو اتحاد قوي انا اسف يعني معذره ان انا بقول الكلام ده يعني مش هتقدر الحكام بتوعك مش هيتهانوا بالشكل ده يتوقف 6 اشهر لا يا كابتن انت عارف ده معناه ايه عارف عن بطولتين مهمين قوي بطوله الامم ورجع من بولندا انا اسف يا كابتن يعني ده معناه ايه ده معناه الحكم مرتشي انا اسف يعني هو طبعا يعني جهاد جريشه ده حكم متميز جدا وحد محترم جدا وراجل اخلاق بس انا بديك التصور يعني اصل انت توقف حكم 6 شهور يعني يعني ارتشى انا اسف يعني بس لو بره خطا ده معناه يعني قصدي يعني ده معناه متحيز يعني هو ده التحيز بعينه هو متحيز لفرقه الترجي فبالتالي لغى الهدف اللي موجود هو ده معناها فلو ما كانش انت اتحاد كوره ليك وقفه قويه جدا وبتنادي وبتقول ده معنى انت مصدق على هذا الكلام ده غريب انا مش فاهمه وهتقعد تقول لي تبعت ورقه كده فاكس للاتحاد الافريقي والله احنا بنتظلم القرار هدوه شويه ايه الكلام ده بلال الخبر طلع لجنه الحكام هي اللي بتلتقي هي الحكام اللي بيعملوا الحكام بيعملوا معانا عجب العجاب في البطولات الافريقيه الاهلي تمام وما بنشوفش حاجه ولا بنشوف حكم اتوقف ولا حتى اتبعت له انذار ممكن يتبعت له بوكيه ورد بعد الماتش بعد ما يبقى سبب في خروج هي سابقا اول مره حكم لا استحاله يتم ايقافه بسبب خطا فني انت طالما مالكش قوه يبقى في انتفاضه لان ده مصري محترم قاضي وبيتهم بالطريقه دي انت بتقول للعالم ان الراجل ده مرتشي ازاي بتبعده عن بطولتين هو ما قالش كده هو ايوه ده معناها هي ليها معنى تاني انا النهارده زي ما كابتن بيقول كده كابتن عادل قال ده راجل مرتشي ليه مرتشي ما هو انت بتقول ما حسبش هدف وهو عارف انه هدف ده معنى ايه انه راجل قابض فلوس ما هي كده انت قصدك في الدهاليز او في الكواليس ايوه بالظبط بالظبط القرار لما طلع بسبب الاخطاء الفنيه انا هو القرار الاخطاء الفنيه فين الاخطاء الفنيه وجهه نظر الاتحاد الافريقي قال اخطاء فنيه وانا مش مع القرار على فكره انا بدافع عن جهاد جريشه هسالك سؤال حكم كاس العالم مصر والسعوديه حلو البنالتي بتاع السعوديه هل ده بنالتي لا مش بنالتي ورجع الفار واصر اتوقف لا شفنا عليه قرارات بقيه المباراه ادى بشكل جيد الحكم ادى بشكل جيد بقيه المباراه ولكن دي قرارات ما ينفعش تقول للحكم فيها يعني الكره ما عملهاش بايده كده وقال لك لا مش بايده ماشي اوكي لان كمان في خد بالك وفي يعني طالما هو خد القرار بنفسه اذا هو حسبها هدف ما انا هقول لك بس استنى بس تمام انا هقول لك اهو يبقى في المسؤولين عن الفار الحكام التانيين ليهم قرار عكسي هم اللي بيرجعوا للفار بالظبط يعني احنا مش متاكدين فطالما مش متاكد يبقى انت بتسيب للحكم فاذا ما تقدرش تلوم الحكم الا لو هم قالوا لا وهو قال تعنتا يعني فانت في كل الحالات كمان فانت لازم تعمل هجوم شديد جدا في الحته دي لا اتحاد الكره لما يتخذ اي قرار ولجنه الحكام هي اللي التمست على ايقاف جهاد جريشه وحاجه غريبه انا مش فاهمها بصراحه طب بعد المباراه الاخيره الترجي والوداد هل بكاري جسام اعتذر ضد عقوبات رغم كل الاخطاء الاداريه اللي حصلت بكاري جسام احد الاسباب الرئيسيه فيه لكن هيتم ايقافه مش هيتم ايقافه كم فقف ازاي ده هيلعب افريقيا خلاص طبعا كلنا لازم نشيد بالكابتن جهاد جريشه لان راجل حكم سمعته سابقه ومن افضل الحكام في القاره الافريقيه وراجع بالزبط. من كاس عالم ورايح بطوله الشباب وكان في بطوله بولندا في كاس العالم الشباب كاس العالم الشباب وبعدين عندك امم افريقيا كمان ايام تمام. فانت بتستبعده عن بطولتين وده حكم مصري ظلم انا ازاي انا ما انتفضتش كاتحاد كوره
ادافع عن يعني عنصر من اهم العناصر سمعه الراجل، والراجل غلط خطا واهم حكم عندي واهم سيبك ده مصري، ازاي مصري انا كاتحاد كوره ازاي ما اقفش معاه واسنده ويبقى ليا وقفه قويه من كابتن هاني ابو ريده من مجلس الاداره. يعني عمرها مساله توازنات داخل الاتحاد الافريقي على فكره كابتن عادل. طيب ده كانت نهايه الملف النهارده المتعلق بمباراه الترجل وداد، ملف شائك وفيه تفاصيل كتير، وعلى فكره الملف ده هيرتبط باللي هيحصل في السنه الجايه في بطوله افريقيا للانديه ومرتبط بكاس الامم الافريقيه، في احداث كتير هتحصل الفتره القادمه، عشان كده بنلقي الضوء بشكل مستفيض على هذه الاحداث عشان الجمهور يبقى عارف الاحداث بتسري ازاي داخل الاتحاد الافريقي قبل اجتماع المكتب التنفيذي غدا في باريس ان شاء الله لمناقشه هذه القضيه اللي مش هتكون نهايتها 4/6 غدا، لسه الاحداث متلاحقه وقد تصل للاتحاد الدولي لكره القدم وقد تصل ايضا الى المحكمه الرياضيه في سويسرا. بعد الفاصل مناقشة الملف المحلي والعودة من جديد إلى الكرة المصرية وما هو قادم بالنسبة للكرة المصرية في ظل عدم تكافؤ الفرص ونهاية الدوري الأندية وأندية أخرى وعدم إعلان شكل جدول الدوري بعد ما اتحاد الكرة كان أعلن من 5 أيام أن غدا سيتم إعلان التصور النهائي لجدول الدوري العام. فاصل ثم نواصل حديث عن الكرة المصرية وموقف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال الفقره الحواريه مع 2 من نجوم طبعا برنامج الاهلي ليه النهارده الكابتن عادل طعيمه والكابتن احمد بلال. طبعا الفقره السابقه كانت فقره ساخنه جدا، اتكلمنا عن موضوع الاتحاد الافريقي وماتش الترجل والوداد وكنا نتمنى ان يكون معانا تليفون من تونس لكن للاسف الزملاء هناك في تونس ما حدش بيرد عشان نسمع برضو وجهه النظر الاخرى فيما يتعلق بنادي الترجي والخطوات القادمه بالنسبه للترجي التونسي. لكن بص قبل ما تخلص بس الحته دي نخش على الدوري المحلي قبل ما تخلص الحته دي بس هقول نقطه بس صغيره كابتن بعد اذنك، يعني لا لوم على الترجي على الاطلاق في اي شيء يا كابتن، انا عندي انا قوي بستغل القوه بتاعتي خالص، يعني ما تقدرش تلوم الترجي وتقول هم بيعملوا ويجيبوا الماتشات عندهم قوه، انا راجل قوي بستغل القوه بتاعتي فقط لا غير، يعني ما حدش يلوم على الترجي يقول له الترجي بيعمل كذا فهو لا، انا عندي اتحاد قوي بستغل ضعف الاتحاد الافريقي اتحاد قوي يا كابتن تمام، بشتغل بيشتغل صح، ماتشاتي كلها النهائيه كلها بتتلعب عندي في ملعبي بالظبط، مفيش فار مش مهم، بكسب البطوله باي شكل من الاشكال، فاذا انا اتحاد قوي فبقدر استغل الحته دي فقط عشان بس ننهي الموضوع ده تمام. طيب الدوري المحلي والكره المصريه، ويمكن يا كابتن عادل يا كابتن بلال يعني المشاهدين معانا ارجعوا كده لحلقه يوم 28 ابريل من شهر او اكتر اتكلمنا هنا في قناه النادي الاهلي على مسابقه الدوري العام واتكلمنا ان القيد المحلي والقيد الافريقي هيبقى كارثه على الانديه المصريه، وقلنا ان الدوري العام هي مسابقه اصبحت على المحك بسبب المواعيد وبسبب تداخلات تاجيل عدد من المباريات وبالتالي هيكون في صعوبه كبيره جدا لانتهاء الدوري قبل كاس الامم، لكن النادي الاهلي كان ليه دور في هذه الجزئيه واتكلم قال لك في خطاب من الاتحاد الافريقي وحدد مواعيد القيد خلال الفتره القادمه، وبالتالي هذا الخطاب وهذه المواعيد تجبر الجميع على نهايه الدوري قبل كاس الامم. طيب كابتن عادل يعني قلنا الكلام ده من شهر وبنأكد الكلام ده قلناه ما كانش ليه علاقة بنتيجة مباراة أو موقف الأهلي في الدوري لكن هي كانت جزئيات بنحددها لكل المشاهدين. دلوقتي بيتلعب الأسبوع الـ 34 في الدوري، مبدأ تكافؤ الفرص خلاص أصبح غير موجود لأن الزمالك لسه عنده مباراة مع الجونة والجونة خلاص قعد في الدوري، فبالتالي مباراة قيمة ليس لها قيمة بالنسبة لنادي الجونة، والأهلي طلب من اتحاد الكورة يعلن التصور النهائي عشان الدوري لازم يخلص قبل كأس الأمم واتحاد الكورة ما ردش. تعليقك على الاحداث وتعليقك على هذه المواقف وايه المفروض يحصل خلال الساعات الجايه؟ والله يا جماعه دول الحقيقه مخلينا معيشنا على طول في مشاكل، يعني المفروض الكره دي اتعملت علشان الناس تستمتع تتبسط ويبقى في نوع من انواع الـ المتعه، متعه كره القدم بالظبط، متعه كره القدم من ضمنها من اهم عناصرها العدل. اخر 3 أسابيع انا يعني بنقول للجمهور يا كابتن احمد تابع كل الدوريات في العالم اخر 3 أسابيع كلها في وقت واحد صح يا كابتن، الدوري الانجليزي الدوري الاسباني الدوري بلاش الدوري الانجليزي والاسباني الدوري التونسي التونسي والمغربي يعني في رمضان في رمضان بيلعبوا بالنهار النهارده مش كده بتلعب عشان مبدا تكافؤ الفرص صح مبدا تكافؤ الفرص، انت بتظلم ليه بتظلم الناس ليه، الناس دي هي انتخبتك في جمعيه عموميه علشان تجيبك تدير اللعبه، وبقول تاني وبعيد وبكرر يا اخوانا دوري المحترفين امتى هيبدا يا باشمهندس هاني، امتى دوري المحترفين والرابطه اللي هتدير المسابقه دي علشان تبعد نفسك عن اي مشاكل ممكن ان هي
الاتحاد يتعرض لها. يا اخي انت تفرغ للمنتخبات الناشئين والشباب واعمل منتخب قوي من الصغر كده لحد لما تطلع منتخب اولمبي. منتخب اولمبي يبقى كل عناصره رايحه للفريق الاول او فريق الشباب على طول معظمه مع الفريق الاول. الكلام ده انا بتفرغ ليه. الدوري المحلي بتاعنا سمك لبن تمر هندي. ما ينفعش ابدا ان انا النهارده في ناس هتلعب وبعدين بعد اسبوعين ايه بعد خمس ست اسابيع او ما كمل الدوري. تكمل الدوري على اي اساس؟ طب انت ضامن انت كاتحاد كوره، وانا اسف يعني انا اسف، ضامن انت كاتحاد كوره انك تستمر بعد بطوله افريقيا؟ يعني يا اخي ابسط حاجه ان انت مهمتك ان تخلص دوري، خلص الدوري في الميعاد المناسب وكون قوي. انت جمعيه عموميه منتخباك باكتساح، لازم انا ابقى قوي وانا بدير اللعبه دي واديرها لصالح الكوره. وبعدين انا ما بخافش من رئيس نادي او رئيس منظومه او رئيس منطقه، او انا بدير لعبه وبديرها اذا انا عايز اديرها. ما انتش عايز تديرها سيبها يا اخي لل 18 نادي. 18 نادي دول اللي اختاروا من وسطيهم 8، الثمانيه دول يديروا المسابقه ديت، انت مالكش دعوه بيهم. طيب. هل دي مشكله بالنسبه لك؟ ولا انت لازم عايز تبقى حاطط مراخيرك في كل صغيره وكبيره علشان يبقى فيه نوع من الله، انا مش عارف اقول ايه، بس يعني يا اخوانا ده قالب به، قالب به مسابقه بتقام في مصر ام الدنيا. انا مش عارف الاسابيع مين هينزل ومين هيقعد والدوري هيخلص امتى. احنا الدوري ده بتاعنا داخل في 15 16 شهر ليه؟ عشان ايه؟ واللعيبه دي بتاع الاهلي والزمالك والانديه هتكمل لحد الاخر، هياخدوا راحه امتى؟ انت هتخلص هتخش على بطوله افريقيا على دوري عام، هتأيد لعيبه امتى؟ هتجيب لعيبه جديده امتى؟ هتجيب جهاز فني امتى؟ هتصرف الشهرين دول منين؟ يبقى الاتحاد بقى يعوض الانديه ديت، يدي لها فلوسها. يعني انا يعني المنطق يعني انت كده. وبعدين نطلع نقول عندنا بنيه تحتيه وعندنا مسابقه، فين المسابقه دي؟ يعني المسابقه دي اللي مالهاش راس من رجلين، مالهاش اساس. وبعدين على مستوى التحكيم احنا بنشوف الدور المجاوره بيننا، مش عيب ابدا ان انا في السعوديه اجيب خبير تحكيم اجنبي، جايب خبير تحكيم اجنبي، والسنه دي كل الحكام اجانب ومخلي الحكام السعوديين قاعدين بيدرسوا، بيعملوا دورات بحيث سنه كامله يدرس الحكم ده بيتحرك ازاي، قراراته ازاي، كل صغيره وكبيره. ثم الموسم اللي جاي ده برغم ايه؟ برغم ان الانديه في السعوديه لا تجرؤ ان هي تعترض على التحكيم. ايوه طبعا، لان في منظومه لا تجرؤ ان هي تعترض على التحكيم، فاهم قصدي؟ بعد المباريات والقرارات وتطلع ماسك تتكلم. لكن بص يا كابتن، وجهه نظري طول ما الانديه اقوى من الاتحاد طبعا تمام، اذا توقع اي شيء في كره القدم. النهارده الدوري الانجليزي، بلاش الدوري الايطالي، اليوفي التاريخ نزل درجه ثانيه عادي جدا، نزل درجه ثانيه صح، يعني الاتحاد نزله درجه ثانيه، اليوفي اللي هو التاريخ كله يعني، فاهم قصدي؟ فكرك يا احمد نزل امتى؟ ده نزل بعد ايطاليا خدت كاس عالم بالظبط تاني يوم بالظبط، والناس بتحتفل نزلوا. تخيل لحد قال لك بقى مش عايزين نفسد فرحه الناس الايطاليين بالبطوله يعني وكاس العالم، ونعمل قعده عرب وانتهى الموضوع خلاص، وانتهى الموضوع خلاص. اليوفي هل يوفنتوس بقى قال الجماهير تطلع وتخبط؟ اتحاد قوي يا كابتن، اقوى من الانديه، ده وضع طبيعي. يعني انا مش بقول انه اقوى من الانديه ان هو يعني يفرض السيطره، ولكن الرولز هي اللي بتفرض السيطره على كل حاجه. طالما عندك يعني النهارده، انا هقول لك على حاجه يا كابتن بعد اذنك. النهارده لما جه الجدول بتاع فبراير للنادي الاهلي تمام، 8 مباريات تقريبا في فبراير، 8 اعتقد يعني على ما اتذكر، الاهلي لم يعترض لان كان جدول قبلها محطوط، فانت لم تعترض وكنت بتلعب افريقيا تمام. طيب الاعتراض على ايه؟ انك انت سايب الامور عشوائيه، سايبها عشوائيه، يعني مفيش مبدا تكافؤ الفرص بالنسبه لك خالص. النهارده المقاولين لو كسب النهارده هيلعبك وهو يعني تركيز 100% سواء اذا كان بعد البطوله او قبل البطوله، لانه خلاص بيلعب على المركز الرابع فاهمني. طب لو خسر يبقى انت هتلعبه وهو مستريح. الزمالك نفس الموضوع، النهارده كسب حرس الحدود، المباراه اللي جايه الاسماعيلي خلاص مش فارقه مع حاجه، قاعد في الدوري العام ممكن يلعب بالناشئين. اذا انت مبدا تكافؤ الفرص ما اتحتوش. انا فرقه تلعب بعد افريقيا هتكون اللعيبه الكبيره اللي موجوده بيلعبوا في حته ثانيه وبتمرنوا في حته ثانيه استعدادا للبطوله اللي جايه، وبيلعبوا بالناشئين عادي وارد جدا طبيعي ما فيهاش. افكرك بحاجه ثانيه قبل ما نفكرك كابتن عادل، معلش هنرجع نتكلم في الموضوع ده لان جالنا تليفون من تونس، لان عايزين نسمع وجهه النظر الاخرى برضو في تونس هناك. معايا على التليفون الاعلامي هيثم الرشدي. هيثم مساء الخير عليك، وكل طيب طبعا، رمضان كريم وخلاص على اعتاب العيد المبارك باذن الله.
مساء الخير، اهلا بك محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا بك وكافه الضيوف وكافه الشعب المصري. ما شاء الله عيدكم مبروك، بس نحن في تونس العيد مازال يوم الاربعاء زينا، لكن هنا في زي مثل مصر. لكن انا العيد بكره، لانه العيد غدا. انا في باريس الان في اطار المتابعه والمتابعه الفوريه خاصه لما سيحدث غدا في اجتماع الاتحاد الافريقي تمام في العاصمه الفرنسيه باريس، لانه انا متواجد متواصل لباريس. انت موجود في باريس؟ انا في باريس. طب كويس قوي. انا في باريس لمتابعه الاجتماع غدا ان شاء الله، انطلاقا من الساعه 9 صباحا بتوقيت العاصمه الفرنسيه باريس، فين اين سيكون الاجتماع المكتب التنفيذي للكاف، ومن بعد ذلك النقطه الختاميه لهذا الاجتماع ستكون ما حدث في مباراة النهائي الافريقي بين الوداد البيضاوي وترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المبارك. وشفنا تلك الصور التي تحز في انفس كل عشاق كرة القدم من كان في افريقيا او في العالم لهذه الصور التي شاهدناها من سوء تنظيم واجواء بصراحة تمس بكل القارة الافريقية والقارة السمراء، ونحن على ابواب كأس أمم افريقيا اللي على الاقل طيب. كأس أمم الافريقية تغير نوعا ما صورة ما روج لكرة القدم الافريقية. طيب هيثم، انا من حسن حظي ومن حسن حظ كل المشاهدين ان انت موجود في باريس. المكتب التنفيذي غدا سيترأسه احمد وكل اعضاء المكتب التنفيذي موجودين. الاجتماع جدول اعماله هيكون فقط احداث مباراة الترجي والوداد. ايه الجديد عندك في موضوع هذا الاجتماع؟ لا 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 لا، جدول الاجتماع سيكون هناك عديد المواضيع. اولا ستكون خاصه ما يروج له عمرو فهمي والخلاف الدقائق بين عمرو فهمي ورئيس الاتحاد الافريقي، لانه اليوم هناك كانت وزع منشورات على الاعضاء على طيب ده جانبا. لا ده جانبا، لا انا عايز اتكلم بس على موضوع الترجي والوداد. يعني بكره في الاجتماع ايه اللي هيحصل او ايه اللي هيدور في هذا الاجتماع بالنسبه لماتش الترجي والوداد؟ بالنسبه لمباراه الترجي والوداد، الاجتماع سيكون هو النقطه الختاميه. من المنتظر كونه ممثل تونس في الاتحاد الافريقي سيتاوي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع. ايضا فوزي لقجع ممثل رئيس الاتحاد المغربي لن يكون حاضر في هذا الاجتماع، بقيه الاعضاء فقط هم الذين سيكونوا حاضرين في هذا الاجتماع. اكيد سيتم مراجعه ما حدث في مباراه الترجي ومباراة الوداد، اكيد سيتم العوده خاصه بموضوع الفار والبيان الرسمي للشركه التي تظهر على الفار والشركه المسؤوله عن الفار، لانه صراحه حتى البيان الذي نزلته الشركه الانجليزيه فيما يخص الفار والقطعه التي لم تصل الى تونس وبسببها تم ما حدث خاصه من عدم استعمال الفار، يعني هذا كله ولو انه حسب الكواليس او حسب المعطيات الاوليه التي شاهدناها والتي لمسناها كل معظم رؤساء الاتحادات التي كانت حاضره هنا، الكل يستغرب خاصه عدم مواصله الوداد البيضاوي وانسحاب الوداد البيضاوي للمباراه، لانه حتى ما دونه حكم المباراه هو انسحاب الوداد البيضاوي بتعالى كونه الفار لا يعمل وكونه بتعالى كونه الفار وصل تقريبا وصل متاخر الفار، يعني وصل تقريبا الساعه 12 بعد تقريبا لو كانت المباراه انتهت وتواصلت على موعدها الاصلي لكانت الفار اتى متاخر. لكن اللي حصل في المباراه هو لما نزل رئيس الاتحاد الافريقي احمد كان اقترح على زوز الساعه على رئيس الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المغربي وعلى رئيس الوداد البيضاوي السيد ناصيري هو مواصله النصف الساعه التي لا زالت المباراه باستعمال الفار، لانه الفار وقتها وصل، لانه الفار تاخر في الوصول الى ملعب رادس. لكن رئيس الوداد البيضاوي الناصيري قال نواصل المباراه لكن نعود الى لقطه هدف المباراه، وبالتالي السيد حمد المدلب رئيس الترجي التونسي قال اوكي لكن نعود الى لقطه ضربه الجزاء، وبالتالي استحاله، يعني سنقول حتميه، يعني نلعب منين؟ نبدا منين؟ الترجي صح، الوداد يقول لك انا العب من نرجع الى ضرب الى الهدف، لكن الترجي يقول لك انا كمان نرجع لضربه الجزاء التي لم يعلن عليها الحكم في الشوط الاول. لكن تؤكد يا هيثم، انت بتاكد ان بكاري جسامه حكم المباراه اكد في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب الوداد؟ انا المباراه انسحاب الوداد، يعني الوداد رفض العوده للمباراه، هذا ما اكده جسام وهذا ما اكده حتى رئيس الاتحاد الافريقي احمد
لانه صراحه في تلك الوضعيه استحاله تقريبا ساعه ونص والمباراه واقفه، المباراه ليس هناك اي حل. الوداد يرفض المواصله المباراه لانه الاقتراح الاول لرئيس الاتحاد الافريقي كان مواصله المباراه بالفار في نص ساعه من اللحظه اللي احنا فيها من اللحظه، لكن الوداد يرفض، يريد العوده الى نقطه الهدف، والترجي يريد العوده الى نقطه ضربه الجزاء. يعني هناك استحاله، من اين سنبدا المباراه؟ اذا غدا سيكون اجتماع داخل، ننتظر عقوبات صارمه وصارمه جدا في الاتحاد الافريقي، لانه على الاتحاد الافريقي على الاقل حفظ ماء الوجه، لانه رئيس الاتحاد الافريقي مثل ما اكده انه تعرض اعتداء لفظي من بعض المسؤولين هناك الحاضرين، ايضا الحركه التي قام بها رئيس الوداد، وهو يعني صراحه مهما يكون مهما كان شرطه الترجي هذا التونسي لما انهزم من مازن بخمسه ولم ينسحب. شفنا الترجي في النسخه الفارقه مع الاهلي المصري الثلاثه لقطات نتاع ضربتي الجزاء والورقه الحمراء التي لم تعلن ضد ازار، ولكن الترجي بالرغم ذلك واصل المباراه، ولكن كل الحكم معناتها اخطا في استعمال تقنيه الفار. يعني صراحه الانسحاب هو المشكل، انسحاب الوداد البيضاوي يوم تلك المباراه هو المشكل الكبير، وهنا صراحة الاتحاد الافريقي في موقف لا يحسد عليه، وخاصة رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد في موقف لا يحسد عليه، خاصة لانه اعطى الكأس الشق المغربي والاشقاء المغاربة يريدون اعادة المباراة بكل ثمن. طب سؤال اخير هيثم، سؤال اخير، قرار انهاء المباراة هو قرار الحكم بكاري جسامة ولا قرار احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، بما انك انت كنت موجود في ارضية الملعب؟ كنت موجود، هو القرار الذي اتخذ جماعه، لانه مختلف اعضاء الاتحاد مختلف اعضاء المكتب التنفيذي الذين كانوا حاضرون في المنصه اكدوا كونه على الحكم فقط هو اختيار، لانه القانون اكدوا مثل ما يقوله القانون والفصل 22 وهو انهاء المباراه هي مسؤوليه الحكم فقط، وبالتالي ومن بعد ذلك للاتحاد الافريقي النظر والمكتب التنفيذي النظر في قرار الحكم، لكن لا احد له المسؤوليه وله الشرعيه في النزول او الحديث او التكلم على الحكم. وهنا هنا اللخبطه اللي صارت، لانه يعني حتى رئيس الاتحاد كان كاذب رد جسامه، لانه يعني قال لجسامه بالحرف الواحد لازم عليك ان تاخذ مسؤوليتك، يجب عليك ان تتحمل المسؤوليه كامله وصلاحيتك كامله وتفعل ما تراه صالح وتفعل ما يقيم عليك القانون. تمام. وبذلك سما مع نادى قائد النادي الوداد البيضاوي وتوجه له بالحديث هل ستواصل المباراه؟ فقال لا نواصل المباراه بما انك لن تعيد المباراه منذ لحظه الهدف الملغى، وبالتالي هذا ما اضطر جسام الى اعلان نهايه المباراه وفوز الترجي. يعيشك يا هيثم وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في كاس امم افريقيا يا رب. يا رب ان شاء الله توصل لمصر بالسلامه، وان شاء الله هنتابع معاك خلال الساعات القادمه ماذا جرى في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي في باريس، واجتماع ساخن جدا زي ما اكد لنا زميلنا هيثم الرشدي الاعلامي التونسي. وهنا يعني بنسمع الراي والراي الاخر، جبنا تليفون من المغرب، عرفنا الاجواء في المغرب والتفاصيل المتعلقه بنادي الوداد والاتحاد المغربي كيف ستحدث وكيف سيطرا عليها من تغييرات خلال الساعات القادمه، وايضا وجهه نظر تونس والاعلامي التونسي بما جرى وطرا في هذه المباراه، واكد لنا في تصريح خطير جدا يعني على مسؤوليه هيثم الرشدي ان بكاري جسامه كتب في تقريره، بما ان هيثم كان موجود في ارضيه الملعب وقريب الصله من كل الناس اللي كانت موجوده في ارضيه الملعب، ان بكاري جسامه كتب في تقريره انه انهى المباراه بعد انسحاب نادي الوداد وبالتالي منح اللقب لفريق الترجي. هذه المعلومه على فكره هتكون فاصله بشكل كبير جدا في اجتماع المكتب التنفيذي، لان تقرير الحكم ومراقب المباراه هيكون في صالح الترجي، لكن تقرير الشركه المسؤوله عن تقنيه الفيديو هتكون في صالح نادي الوداد. هنشوف بكره هيحصل ايه في المكتب التنفيذي. كابتن عادل، كابتن بلال، موضوع شائك وبنسمع عنه، لكن نخلينا في الكره المصريه. انا يعني انا بستغرب، هل الاخ الصحفي عرف التقرير منين؟ يعني التقرير ده يعني سري وبيروح لك. لكن انا سالت الحكم بعد الماتش انت صفرت بناء على ايه؟ قال لك انسحاب الوداد. ما ينفعش يساله، ما ينفعش قانونا، ما ينفعش يساله، التقرير ده بيبقى سري وبعدين بيروح للاتحاد في الكاف وبعدين هم بيطلعوا على التقرير وبعدين بياخدوا القرار. فانا بستغرب ان الحكم يبقى يعني انت التقرير ده بيتبعت، حتى احيانا الحكم بنفسه يروح الاتحاد وبيسلمه بنفسه بحيث ان هو ما حدش يطلع عليه، لان هناك اسرار هتظهر تفاصيله لما الوداد يروح للاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه لو القرار مش في صالحه. هنا ساعتها الوداد بيطلب صوره من تقرير الحكم وتقرير المراقب من مراقب المباراه، واعتقد وقتها نعرف ايه اللي كتب في التقرير. والكابتن بلال لما في بدايه الحلقه لما قال الحكم علشان ينهي المباراه انت بيدي لك عدد معين 45 دقيقه، هل هو بعد 45 دقيقه انهى المباراه؟ لا، ما انهاش. ده راجل لبس ترنج وفضل قاعد عشان برد
وقعدنا ساعه ونص او ساعتين الا ربع. ده في حاجه احسن من كده يا كابتن. ايه؟ ان هو بيقول ان رئيس الاتحاد تدخل وقال لك ايه رايكم نكمل نص ساعه الباقي من الماتش. ده قال له نقطه غريبه فعلا. ده دوره رمضانيه. قال له الفار، قال له الفار رجع، قال له الفار موجود دلوقتي. دوره رمضانيه يا كابتن. دوره رمضانيه بيبقى فيها احترام اكتر من كده. ده بيقول لك ايه رايكم نكمل بقى من نص ساعه. كل واحد بقى يتخيل. قال لك الفار دلوقتي موجود هنبدا نكمل. فالوداد قال له لا نرجع للعبه الهدف. فالترجي قال له لا نرجع لضربه الجزاء. عايز ايه نلعب منين يعني؟ انت عارف حاجه تانية، الجمهور قاعد والميعاد السحور الفجر كان خلاص هيدن. مشكله السحور كان هيروح على الناس. الناس مش هيصوم. بنسمع حاجات غريبه بصراحه يعني. نبدا نلعب منين؟ نلعب من دلوقتي نلعب من امبارح؟ طيب عموما في مباريات بتجرى في التوقيت الحالي في الاسبوع ال 34. اقول لكم النتائج سريعا يعني. بتروجيت والمقاولين العرب تعادل سلبي حتى هذه اللحظات 0-0. وادي دجله متقدم على الانتاج الحربي 2-0. الاتحاد السكندري متقدم على سموحه 2-0. حرس الحدود والزمالك تعادل ايجابي 1-1 بعد ما كان متقدم الحرس في الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء. كابتن بلال، يعني هذه النتائج بتنهي مسابقه الدوري في مساله الفريق اللي هيهبط. صحيح. وهتحدد نوعا ما من الفريق الرابع في مسابقه الدوري. مقاولين العرب وبتروجيت بالظبط هيحددوا مين الرابع. المقاولين العرب عنده ماتشين النهارده، ماتش وعنده ماتش مع النادي الاهلي. تمام. ودي عشان كده بقول لك دي من ضمن السياسات الخاطئه. النهارده المقاولين العرب مثلا يعني هيلعب النهارده، لو كسب هيبقى ماتش قدام النادي الاهلي ماتش حياه وموت. حياه وموت عشان يلعب في افريقيا. بالظبط. فاهم؟ خسر يبقى المسابقه انتهت بالنسبه لي. بالظبط. حلو. زي نفس الامر الزمالك. ما انا بقول لك الزمالك الجونه خلاص قعد في الدوري الممتاز، قيمته مع الزمالك خلاص مش محتاج. بالظبط. مش محتاج. الاتحاد متقدم 3 جاب الهدف الثالث. بتروجيت النهارده وانس ان هو النهارده يتعادل او يتغلب يا كابتن خلاص. صح. فبقيه الانديه لما تيجي تلعب المنافس اللي بينافس على بطوله الدوري العام ما عندهاش اي زمالك، لانه هو بالتالي زي ما انا قلت هيلعب بقى بناشئين، يلعب بقى بلعيبه احتياطي، يجيب يمشي المدرب بتاعه عادي جدا ويجيب مدرب جديد يعني استثنائي كده يلعب المباراه اللي جايه اللي بعد افريقيا. اصبحت الامور عارف يعني تضارب والله الواحد غير مفاهيم. الواحد كان متعشم خير، لان المجلس ده بيضم كفاءات من هنا بريده لحازم امام. فين لعيبه الكره في المجلس كابتن عادل؟ يعني دول وبعدين دول يعني مرسوا عمليه الاحتراف. صح. في اوروبا كنا متخيلين ان هيبقى فيه دوري منتظم، هيبقى فيه رابطه انديه محترفه، الممتاز به يبقى فيه 20 نادي اللي احنا بحلم. صح. بيها طول عمري. صح. ان الممتاز به يبقى 20 نادي ويبقى التلفزيونات يعني تتنافس انها تاخد. صح. الدوري ده علشان الدوري الشعبي يرجع تاني بعد ما يبقى دوري مؤسسات. الكلام ده كله انا كنت متخيل ان الحاجه دي هتحصل ويبقى فيه ما نلاقيش الكم اللي موجود في الملعب، وتلاقي لعيبتنا داخلين اوض اللبس جيش موجود. الكلام ده انا كمجدي او كحازم او كهاني او يعني احترامي ليهم الشديد، المنظر ده بتشوفوه فين؟ بتشوفوه في اوروبا؟ بتشوفوه في البلاد العربيه اللي هي متقدمه؟ يعني اعتقد ان احنا النقله دي احنا متعشمين ان انتوا تعملوا حاجه تتحسب لكم في يوم من الايام. ما ينفعش حتى. صح. بالنسبه لجنه الحكام، على طول رئيس لجنه الحكام كلنا بنحترمه وبنحبه، بس مش معنى كده ان انا اجامله. الاقي اوزان حكام الجسم القوام، الراجل اللي بيخش الكليه الحربيه ده يبقى فيه قوام، كذلك الحكم القوام ده يبقى ليه تناسق معين. بس انا يعني هختلف مع حضرتك في الحته دي يا كابتن. بعد اختلف ولا يهمك. لا مش ليك انت شخصيا. لا انا بتكلم عليهم هم. ليه انا حضرتك لما ادي الحكم 500 جنيه ولا 1000 جنيه في الماتش، طب هو الحكم هيهتم بقى هيبقى بروفيشنال؟ انت مثلا اللعيب بتدي له مليون و2 مليون و3 مليون، فبالتالي اللعيب هو ده حكم مش اكل عيش. انما النهارده الحكم مش محترف يا كابتن. الحكم النهارده انت ما بتديلوش فرصه انه يهتم بنفسه. يعني لما تدي الحكم النهارده 1000 جنيه تمام في مسابقه تقريبا دخلت على المليار اهي، تمام، يبقى انت كده بتظلم الحكام. انا اعتقد انهم ياخدوا 3 في الماتش. ياخدوا 3 في الماتش ده في نهايه الموسم بقى. لا ما اعتقدش. لا 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 وصلوا حوالي 2000 ونص. 2000 تقريبا. هم تقريبا 2000 يا كابتن. 2000 جنيه بس برضه سواء 2 او 3 رقم بيدفعهم مواصلات وفندق او حتى 3 يا كابتن. 3000 جنيه انت بتدي الحكم بيحكم مباراتين في الاسبوع، عايز يبقى فت طول الشهر عشان يحكم مباراتين في الاسبوع ياخد له 6000 جنيه؟ طب بانهي منطق تمام يعيش ازاي الحكم ده؟ يشتغل بانهي يبقى شبعان يهتم ازاي؟ ما يهموش يهتم بلياقته البدنيه وبشكله وبستايله. انت عايز بقى واحد يعني هو ربنا فتح عليه بقى هو غني من بابه يعني، قصدي عشان يهتم بالحته دي. طيب بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي يعمل ايه دلوقتي؟ يعني الاهلي خد قرارات وارسلها للاتحاد المصري لكره القدم وقال له حدد لي موعد نهايه الدوري، انا عندي مرتبط بمواعيد القيد الافريقي اللي انت المفروض عارفها وتختارني بيها، لغايه دلوقتي ما اتخذش فيها اي قرار. نادي الجونه نفسه على فكره امبارح
ارسل خطاب للاتحاد المصري قال له حدد لي مباراتي مع الزمالك امتى، موعد فتح باب القيد للسنه الجايه امتى، القايمه السنه الجايه 25 و30 امتى، هتعمل ايه في القمه الافريقيه؟ لا ما هو جونا مش في القمه الافريقيه بس، لا يعني جونا بيتكلم محلي، انا بتكلم على الاهلي بيتكلم افريقي. هو محلي هتاثر عليك انت لو القايمه السنه اللي فاتت السنه الجايه 25 لعيب، انت هتضطر تمشي لعيب. اتمرش اللعيب، اتمشي مش اقل من 8 لعيبه، هتمشي لعيب غير اللعيبه المعاره اللي عندك. تمام، انت الى الان انت مش قادر تاخد قرار انت كنادي اهلي، لان خلاص الموسم بالنسبه لك لم ينتهي. طب انت المدير الفني ادى اجازه يومين، ثواني بس، المدير الفني لو انت عايز تمشيه هتمشي ازاي مثلا يا كابتن؟ لو انت عايز تمشي المدير الفني وخلاص وعايز تنهي التعاقد عشان تبحث عن واحد جديد، هتمشيه بقى في شهر 7 اللي جاي، يعني في 25/7 وتجيب واحد جديد؟ تمام، مش هياخد فتره اعداد، هيمسك فرقه انت اوريدي حطيت القايمه بتاعتها. تمام، هيشتغل على فرقه اصلا اللعيبه ما ريحتش، فبالتالي انت برضو ظلمت بعض الانديه في الحته دي. ظلمت انت في بعض الانديه ما اتظلمتش، اللي هم خلصوا الماتشات بتاعتهم خلاص. بتروجيت خلاص لو النهارده اتغلب خلاص الامور منتهي، اتحاد اسكندريه لو كسب مش محتاج الجونه حتى النهارده خلاص، لو بتروجيت فضل كده الامور منتهيه بالنسبه له. فانت خلاص في انديه يا كابتن هي هتحط السيستم بتاعها، وفي انديه هتنتظر بلاعبيها بمدربيها بكل حاجه لنهايه 25/7. انا همشي المدير الفني اللي عندي، وانا عندي مباراه مقاولين عرب ومباراه زمالك. تمام، مباراتين بالنسبه لي يعني فاينل على بطوله الدوري العام، وهاجي امشي المدير الفني واجيب واحد جديد يمسك، ولا اقعد المدير الفني واجي اقول له انت حتى كمان اللعيبه اللي انت عايز تمشيها الطبيعي انك تمشي من دلوقتي وتبتدي تجلب التعاقدات وتعرف النظام اللي هتشتغل بيه السنه الجايه. انت اللعيبه اللي انت عايز تمشيها هتيجي تمشيه في 25/7 لك مش لاقي نادي خلاص، ما الانديه حطت كل نادي اشترى اللعيب بتاعه، هتضطر انك تقعده غصب عنه وتدي له الفلوس اللي هو عايزها. وهتمشيه على اي اساس؟ ما انت مش هتعرف حتى كابتن، انت لازم لو انا مثبت الجهاز، الجهاز هيقول لي همشي فلان وفلان وفلان. طب انا لو جبت جهاز جديد، الجهاز الجديد ليه رؤيه صح، عايز لعيبه جديده ليه رؤيه، انا النهارده مش مقتنع بفلان، المدير الفني اللي جه انا مقتنع لا انا مقتنع بده. فيعني زي احنا بنشوف جوارديولا هو بيدرب برشلونه وبيتعاقد مع بايرن ميونخ قبلها بست شهور صح، علشان يقول لهم انا عايز اللعيبه الفلانيه، وبيكمل عادي وبياخد البطوله عادي. برضه من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتمناها ان مجدي وسمير، مجدي وحازم وكابتن هاني، حاجه زي دي تبقى موجوده في اللوائح بتاعتنا، بحيث ان انا المدير الفني ما يشتغلش في اكتر من نادي في مسابقه ويبقى حقوقه موجوده. الحكم زي ما قال الكابتن بلال، الحكم يبقى لازم محترف بياخد مبلغ محترم، وبعدين مش لازم 50 60 حكم، احنا بنلاقي الدوري الانجليزي كام حكم بيحكم؟ هم بيعتمدوا على مجموعه معينه 10 15 حكم بيحكموا الدوري بس، مفيش حد. هتلاقي الوجوه هي ومتعاقدين مع الرابطه على فكره، يعني الحكام دول متعاقدين ان هم بيديروا مباريات الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني انت بتشوفه كم وجه، هم بالوجوه بتتكرر هي كل مره. الفكره اللي كابتن عادل قال عليها دي من شويه فكره جميله جدا، انك تعمل دوري من 20 فرقه الدرجه الثانيه ويبقى الاثنين زي بعض، ويبقى عندك مثلا 30 40 حكم، ودول هم دول النخبه بتاعتك. انت عارف يا كابتن لو الدوري الممتاز به ده اشتغل و20 نادي، الرؤيه بتاعتهم هتبقى اكتر من الدوري الممتاز بالالف، لان صح. كلها انديه شعبيه جماهيريه صح، جماهيريه كلها، يعني طنطا مع الانديه اللي هي الشعبيه، المنيا، اسوان، الانديه ديت هتبص تلاقي المتابعه ليها محافظه كامله بتتفرج على الفرقه بتاعتها، حتى المردود المادي والادبي. ودايما الممتاز به في نجوم والله في منتهى الروعه، ونجوم فعلا محتاجين بس شويه الاهتمام عشان يخشوا في المنظومه الاحترافيه. طيب المباراه هتخلص النهارده يا كابتن عادل، كابتن بلال، طيب جواب اتحاد الكوره بالمواعيد المتبقيه، ناقص مباراه الاهلي والمقاولين، الجونه والزمالك، الزمالك والاسماعيلي، الاهلي والزمالك، اربع مباريات. امتى اتحاد الكوره هيحدد هذه المواعيد ويبعتها للانديه؟ ما هو الاهلي خد قرار ومستني يشوف الاتحاد هيعمل ايه، عشان بناء عليه هياخد موقف. ايه بس الاتحاد موقفه واضح. لا بس الاتحاد قال يوم الاربعاء اللي فات غدا اعلن الجدول النهائي غدا ومباريات الاسبوع ال 34 زي ما هي ساريه اللي بتتلعب دلوقتي. يا عم غدا متمم لرمضان، مش حد ياخد قرارات اجازه يعني الناس صايمه الناس صايمه واول يوم عيد اليوم العيد اجازه يعني نستنى اليوم الاحد الجاي ان شاء الله وعليه خير يكون معسكر المنتخب بلد. طب وبعدين؟ طلعوا الساحل بقى. طب وبعدين؟ لا والله بجد انا مش عارف الاقي حل للموضوع ازاي. في قضايا القويه الثقيله تلاقي الامور مش باينه، ما تقدرش تمسكها. ليه؟ لان مفيش حد انت اخطا وانت قادر تمسكه. مين اللي اخطا؟ هل لجنه المسابقات؟ هل اتحاد الكوره؟ هل الحكام؟ العمليه تبقى عايمه، فانت ما تعرفش مين مسؤول، ودي اخطر حاجه.
علشان كده دايما كان الواحد بينادي انا دايما انه يكون في مسؤول قدامي، المسؤول ده اقدر احاسبه، هو بقى تحتيه بيبقى فيه العناصر اللي هو مشغلها. اتحاد الكوره انت تحت ايدك عناصر، العناصر ده فيه مدير فني، فيه لجنه حكام، فيه لجنه مسابقات. انا كمنظومه ببعد ابدا عن المشاكل الموجوده تحت، المشاكل الموجوده تحت في الممتاز ب، في الممتاز الف. ليه بحط انا نفسي دايما في خلافات مع انديه، في مشاكل مع حكام؟ ما يا اخي الحاجه دي شوف العالم كله بيشتغل ازاي، ده مش عايزين يحلوا يعني. يوم الاربعاء مستنيين الجدول. يا كابتن انا هقول لك نقطه مهمه جدا، يعني النهارده يا كابتن انا اسف، يعني النهارده من اعلاميا هيلوم اتحاد الكوره اذا كان هم كلهم بيشتغلوا في الاعلام؟ مين اللي مين اللي هيلوم؟ مين اللي هيطلع يلوم ناس؟ انا الناس انت كابتن احمد شرير حدد موقفه وقال لك كل حاجه ماشيه غلط. سيبك بقى من خلينا نتكلم كلام موضوع، يعني احتراما لكل الناس الموجوده، يعني مش بتكلم على حد بعينه، ولكن انا بتكلم في ايه؟ ان انت سبوت الاعلام اللي موجود هم كلهم بتوع اتحاد الكوره اللي شغالين في الاعلام، سواء كان في الراديو او في التلفزيون. فانت النهارده هتيجي مين اللي مين اللي هيبتدي يسلط الاضواء وهتناقش مين؟ تمام؟ احنا مثلا ممكن من خلال قناه النادي الاهلي بندافع عن حقوق النادي الاهلي، الحقوق الشرعيه الطبيعيه. طبعا. تمام؟ ولكن انت عندك جبهات ثانيه مختلفه، عندك يعني انت 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 يعني انا مش ملوم على حد، ولكن انا بتكلم ان هي المنظومه ما فيهاش تكافؤ شويه. ليه ما فيهاش تكافؤ؟ انت عندك حازم امام اعلامي، مجدي عبد الغني اعلامي، خالد لطيف، خالد لطيف اعلامي، سيف زاهر اعلامي، شوبير كاب شوبير اعلامي، ما هو كل دول اعلاميين، كل دول في قنوات فضائيه او عبر الاثير، عبر الاثير، وفي اللي مش اعلامي مقالات بغض النظر ما اقصدش. فانا بتكلم يا كابتن انت عندك القوه اللي بتدافع بيها عن نفسك. تمام؟ انت كاتحاد كوره المفترض تقف موقف المحايد، صح؟ موقف المحايد المفروض ما اطلعش يبقى انا بادير منظومه، ما يبقاش عندي منظومه اعلاميه. تمام؟ انت عندك بس فقط لا غير المنظومه الاعلاميه بتاعتك اللي هي السايد بتاع الاتحاد الكوره اللي انت من خلاله، والراجل المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره هو ده الطبيعي في العالم. في العالم كله بتشوف، انا برضه ما بلقيش اللوم على حد، هو خلاص هو ده سيستم البلد، يعني ما بلقيش اللوم على حد، ولكن في العالم كله شفت حد مثلا من الدوري الانجليزي بيقدم برنامج في حته؟ برضه مش نقدا في حد بعينه، بس انا بقول لك ان انت القوه مش متوازنه، ما فيهاش توازن يا كابتن، ما فيهاش توازن على الاطلاق. انت هتدافع وهم برضه هيدافعوا اكتر منك بكتير جدا. تمام؟ لان هو برضه يمتلكوا يعني وسائل يقدر يدافع بيها عن نفسه في كل الحالات. انت طيب. هتقول وغيرك هيقول. طب جواب القيد ده نعمل فيه ايه؟ يعني انا جواب القيد ده كل مره نطلعه في كل حلقه، والنادي الاهلي اعلنه في بيانه قال لك القيد اخره 31/7. القيد اخره 20/7، لان 20/7 تقدر تأيد لعيبه تلعب معاك من دور ال 32. اي لعيب هيتأيد بعد 20/7 مش هيكون معاك في الدور التمهيدي ودور ال 32 في كاس مصر. تمام؟ فانت هتعمل ايه في جواب القيد ده؟ ما انا الغريب بالنسبه لي حتى ان الاتحاد المصري لغايه اللحظه دي لا عايز يعلن مواعيد متبقيه، ولا عايز يحدد موقفه هو بعد كاس الامم ولا قبل كاس الامم. هو لغايه اللحظه دي على فكره ما اعلنش هو بعد ولا قبل. يعني هو قال لك هطلع تصور يوم الخميس، والنهارده الاثنين ولسه مفيش حاجه طلعت. الخميس اللي فات. الخميس اللي فات. تمام. والنهارده الاثنين مفيش حاجه طلعت. هل منتظرين بعد ماتش الزمالك والحرس يشوفوا الخريطه شكلها ازاي بعد كده يطلعوا الجدول؟ لو الزمالك مثلا طلع بنتيجه سلبيه قال لك بقى خلاص يبقى كده الدوري ناقص، لو الاهلي كسب المقاولين نحدد المباريات المتبقيه عشان تخلص قبل كاس الامم؟ ولا انا مش عارف برضو وجهه نظرهم فين. والله وجهه نظرك سليمه، ممكن بيستنوا مباراه وبيرحل بحيث ان انا في مشاكل بتحلها المباريات، نتائج المباريات اللي بتحلها من نفسها. وبعدين بتروجيت كان متحفز وبعت واعترض والنهارده بيلعب، فخلاص. فانا ليه اخلي المشاكل تحل يعني زي المرور كده؟ الناس كلها، وانا القانون في ناس ماشيه بعكس القانون، ما مش مشكله اسيب الناس. ما ينفعش كده، ما ينفعش حاجه زي دي تتحل بالطريقه دي. يعني نتائج المباريات هي اللي هتحدد تصور شكل الدوري؟ ممكن. ممكن. ده الحل اللي شايفه عامر حسين واتحاد الكره؟ انت قلت الكلام السليم. يعني النهارده لو في نتيجه سلبيه لنادي الزمالك والدوري تقريبا خلص، الاهلي يكسب المقاولين يبقى الدوري خلص. ممكن يلعبهم، تعالى العب قبل امم افريقيا واتكلم الراجل المدير الفني للمنتخب وخلاص، ويرحل يومين ونلعب الماتشين دول وخلاص وانتهينا. وارد جدا الكلام ده. وحتى كاس مصر انت فعلا يا اما هتلغيه يا اما يعني هتطلع من كاس مصر. الكابتن بلال قال لك حاجه حلوه الحلقه اللي فاتت، قال لك اللي هياخد الكاس هياخده عنده في البيت ويقول لك انا خدت الكاس لكن ما عملتش حاجه. قال لك رابع الدوري على في افريقيا، فالكاس كده ما بقاش ليه معنى. اكيد طبعا. يعني انا خدت كاس مصر احطه في البيت وما عملتش حاجه؟ يعني ما العبش افريقيا؟ اتصور جنبه اتصور جنبه خلاص خلاص. تخيل العالم كله
بما فيهم يعني كل الدول اللي هي اقل مننا بكتير. الدوري خلص والناس استمتعت واتبسطت وعرفوا نتيجه الدوري، واحنا لسه الدوري بتاعنا لسه ما خلصش. طيب اخيرا كابتن بلال، لاسارتي يعمل ايه؟ ادى اجازه جمعه وسبت، رجع اتمرن الحد، قال لك ادي اجازه كمان الاثنين وممكن تبقى الثلاث والاربع. يعني الراجل مش عارف يشتغل ازاي، ما عندوش جدول يشتغل عليه. يعني ايه ده ما عندوش جدول برضه يشتغل عليه مدير فني؟ الله يكون في عونه. يعني مدير فني، تخيل انت مدير فني يعني مستقبله مش معروف. يعني لو خسر بطوله الدوري وارد انه يمشي. طب انت هتقعده لحد 25/7 اللي جاي على امل هيخسر ولا يعني هيكمل؟ ما انت برضه كنادي الاهلي بتقيم نهايه الموسم. المدير الفني عنده 3-4 بطولات، بطوله هتتلغي ممكن كاس مصر، بطوله افريقيه خرجت منها، فعندك بطوله الدوري العام. وارد انه راجل يكمل، وارد، وارد انه يمشي. طب انت النهارده هتاخد في قرار ازاي يا كابتن؟ ده حاجه ثانيه مهمه قوي كمان. سيبك من الراجل بتاع الاحمال، الراجل اللي بيتولى الاحمال هيشتغل ازاي؟ يعني هو بيشتغل، هيحط وحدات تدريبيه ازاي؟ وحدات التدريبيه هيحطها ازاي؟ اذا انا مش عارف عندي ماتش تاني امتى بالظبط، يعني انا اشتغل فتره اعداد ولا اعمل ايه؟ دي برضو حاجه محيره جدا بالنسبه للعلم. يعني انت كده بتلغي العلم كمان. يعني راجل الاحمال هيشتغل ازاي؟ هيدي ايه الاحمال اللي اللعيبه هتنزل وتاخد شغلها ازاي؟ طيب انا عايز اقول لكم، في هذه اللحظات مباراه الحرس والزمالك انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وبالتالي الاهلي في الصداره ب 74 نقطه، بيراميدز 70 نقطة والدوري بالنسبة له انتهى، الزمالك 68 نقطة ولعب 31 مباراة. يبقى إذن النادي الأهلي لعب 32 مباراة ب 74 نقطة، نادي الزمالك لعب 31 مباراة 68 نقطة، وأصبح الفارق 6 نقاط وفارق مباراة ما بين الأهلي والزمالك. كلمة أخيرة كابتن عادل. أتمنى بالنسبة للكرة الأفريقية والكرة المحلية نبقى نقعد انا والكابتن بلال وحضرتك نتكلم في حاجات رفاهيه، حاجات جميله، حاجات بتسعد الناس، حاجات بتدعونا للافتخار ببلدنا، ان بلدنا متقدمه في الرياضه في كره القدم، وان المسابقات بتاعتنا ماشيه بنظام زي اوروبا ما لا تقل عن اوروبا. احنا علمنا اوروبا على فكره، الاسبان والانجليز والجماعه دول احنا علمناهم، احنا المصريين احنا ما نقلش عنهم الا القياده الكرويه عندنا يبقى فيها نوع من اتقان العمل والتجرد، وكل واحد يبقى وهو بيشتغل بيحاول ان هو يركز، ما يبقاش انا في اتحاد الكوره واشتغل في اكتر من عمل سواء اعلامي او غيره. على المستوى المحلي نفس القصه برضه، يبقى عندنا ممتاز الف وممتاز ب، وطبعا في النهايه بهني النادي الاهلي وبهني جماهيره بالتصدر والفارق اللي موجود، وبهنيهم اكتر واكتر بشهر رمضان، ان احنا ان شاء الله ربنا يتقبل الصيام والقيام ونبقى كلنا من عتقاء رمضان مسعداء ليلة القدر، احنا وأمة سيدنا محمد جميعها. تمام. وتهنئة خاصة للشعب المصري والجمهور النادي الأهلي والجميع جميع جماهير الكرة المصرية بالعيد السعيد اللي ربنا يعيده علينا باليمن والبركات. تمام. طيب كابتن بلال، كلمة أخيرة وسريعا، الفرق دلوقتي 6 نقاط دلوقتي، فكلمة أخيرة. خلاص يعني فرق 6 نقاط، هم ليهم مباراة مؤجلة، يبقى الفرق 3 نقاط. تمام. يعني خلاص نقطة ماتش واحد قبل المباراة القمة يحسم الدوري، خلاص انتهت الأمور. يعني الأمر في يد النادي الأهلي، ليس غير يعني بأشفق طبعا على النادي الأهلي، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وكل حاجة من الأحداث اللي بتحصل. تمام. واحنا برضو يعني اتمنى ان احنا ما ناخدش ورا اتحاد الكره، عايزين نلعب مقاولين، ما عنديش مش مشكله. هتقولي المقاولين دلوقتي، هات المقاولين. طيب المقاولين اعتقد بالتعادل ده خلاص، ما فيش لا رابع ولا خمسه، خلاص خلص الماتش تعادل يعني. فخلاص كده بتروجيت الامور اتحسمت في كل شيء، حتى تكافؤ فرص يا جماعه، حتى في الاول يا كابتن والتاني، خلاص الاهلي الاول والزمالك الثاني، والامور خلصت على يدنا، خلصت. وكانت في تفاصيل كتير. بشكرك كابتن عادل، شكرا لك، صحتك طيب. بشكرك كابتن بلال، كل سنه وانت طيب. حلقة كانت مهمة جدا سواء على الصعيد الإفريقي أو حتى على الصعيد المحلي. الأمور متشابهة بين الكرة الإفريقية والكرة المصرية، عدم التنظيم وعدم تكافؤ الفرص، وأمور تدار بكتير جدا خلف الكواليس. عموما ننتظر خلال الساعات القادمة، أعتقد خلال الساعات القادمة هنشوف اتحاد الكرة هيتصرف إزاي في جدول الدوري بعد النتائج اللي ظهرت النهاردة، لأن هم ما بياخدوش قرار إلا بناء على نتائج المباريات. جدول الدوري ما بيتحطش إلا بناء على نتائج المباريات. هنشوف هيحصل إيه خلال الساعات القادمة. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية وجمهور النادي الأهلي بخير دايما يا رب، ونلتقي على خير إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا وإلى اللقاء.